ازيكم حبايبي؟ هنبدأ دلوقتي ريفيجن شابتر 2 في الالجبرا. اوكي، شابتر 2 ده بيتكلم عن ايه؟ عن الكومبلكس نمبرز، الايماجينري نمبرز اللي بنحط فيهم، سوري، الكومبلكس نمبرز اللي بنركب فيهم عددين او جزئين، جزء حقيقي وجزء تاني بيبقى مش حقيقي، بيبقى خيالي، ها اللي هو فيه الاي، الايماجينري بارت. ها، طيب السكشن او الشابتر ده هيتقسم كام سيكشن؟ اتنين، الكومبلكس نمبرز والاوميجا. ها، طبعا الاوميجا هنا مكتوبه غلط لان اعتقد ان الاوميجا باليو، ها بس لا تكن حبيس، الحرف اللي في بدايه كلمه الاوميجا. تيجي نبدا؟ ها يلا حبايبي، كده اول حاجه عايزين نفتكرها، ها، عشان نقدر نفتكر الشابتر ده، الايماجينري نمبر اللي هو الاي. بص كده بيقول لك انك لو عندك روت تحتيه نيجاتيف ده كده مش ايه؟ مش رقم حقيقي، لا، ها؟ مفيش اصل، اصل انت عارف؟ الروت ده معناه انك بتدور على عددين، سوري، على عدد اللي لما يتعمل مالتبلاي اتس سيلف، لما يتضرب في نفسه يديك اللي تحت الروت. طب ما هو مفيش عدد في الدنيا لما اضربه في نفسه يطلع نيجاتيف، لان الاعداد في الحياة يا جماعة حاجة من الاتنين، ها؟ يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، فلو هو بوزيتيف هيتضرب في نفسه هيبقى بوزيتيف في بوزيتيف يطلع بوزيتيف لكن مش هيطلع نيجاتيف. طب يا مستر لو نيجاتيف، ما هو لو نيجاتيف هيتضرب في نفسه، هو نيجاتيف ويتضرب في نفسه يعني في نيجاتيف، ها هيديك بوزيتيف، فبرضه مش هيطلع. ما فيش حاجه في الدنيا يا جماعه، ها، ناتج الروت ده لما بكتب روت حاجه كده، الناتج اللي بيطلع هنا ده هو الحاجه اللي انا لو ضربتها، في نفسها تديني اللي تحت الروت. عشان كده مفيش في الاعداد الحقيقيه نيجاتيف تحت الروت ابدا، لحد ما جه اويلر قال لك خلاص انا هتخيل هتخيل ان الروت نيجاتيف 1 موجود وهنسميه اي، اختصار ايماجينري، خيالي لانه مش حقيقي. ها، هو مفيش عدد في الدنيا، ها، مفيش عدد في الدنيا بروت نيجاتيف 1 لكن احنا هنتخيل ان فيه. اوكي، طيب ركز كده معايا، تخيلنا ان روت نيجاتيف 1 موجود باي، اوكي، وصلنا لايه؟ ركز بقى معايا، الاي باي، سبحان الله الحته دي، بص حماده هلال هيطلع بوشه، هيطلع بوشه من هنا يقول لك ان الاي باور 1 باي، سبحان الله، بس انا حطيتها عشان ايه؟ اعرف اكمل الباقي. الاي باور 2 بنيجاتيف 1، الاي باور 3 بنيجاتيف اي، الاي باور 4 ب 1، ممكن افتكر ليه؟ ها، حاضر، الاي سكوير عباره عن اي في اي، يعني روت نيجاتيف 1 في روت نيجاتيف 1 او روت نيجاتيف 1 سكوير. بص 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 بص، اي سكوير هي عباره عن ايه؟ الاي اللي هي روت نيجاتيف 1 سكوير، ها ما هي الاي اهي بروت نيجاتيف 1، فالسكوير بيشيل الروت يبقى نيجاتيف 1. هتقول لي يا مستر بس ده مش واقعي، ازاي انت حاطط روت نيجاتيف 1، سوري، ازاي حاطط نيجاتيف 1 تحت الروت؟ ده مش واقعي صح؟ ده خيالي؟ اه، طب ما انا متخيله، ما انا بتخيله يا جماعه، انت انت جاي تتفاجئ خلاص؟ طيب فروت نيجاتيف 1 سكوير بنيجاتيف 1، في مشكله كده؟ ها؟ طيب تاني حاجه، الاي باور 3 بنيجاتيف اي، ليه؟ لان الاي باور 3 اصلها اي سكوير في اي، الاي سكوير دي بنيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف اي، في مشكله؟ الاي باور 4 عباره عن اي سكوير في اي سكوير، نيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 ب 1، ها؟ ركز كده معايا، اكس باور اي بلس بي سي، ايه ده؟ ايه علاقة ده بال، ها؟ هو انت اتلخبطت يا شربو؟ ركز، ها؟ انت شعرك غريب وملخبطنا. لا 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 لا، انا ما بتلخبطش يا باشا في الحاجات الماثيماتكس، انا ممكن اتلخبط في حساب بتاع، لكن لا 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 انا مش متلخبط، انا هوريك دلوقتي انا اقصد ايه، صلي بينا على النبي. كلنا عارفين، ها؟ مش كلنا، انا عارف يعني، ان لو عندي حاجتين مضروبين في بعض نفس البيز، يعني اكس باور حاجه واكس باور حاجه تانية، اه، لو عايز اخليهم اكس واحده بعمل ايه في الباورز؟ ها، بجمعهم. لسه مراجعين الكلام ده في شابتر 1، لما كان بيبقى معايا هنا اكس باور حاجه وباور الباور مالتبلاي، فبيبقى معايا اكس باور رقم واكس باور رقم، عايز اخليهم اكس واحده عليها باور واحد، كنت بمسك الباورين اجمعهم لا مؤاخذه، صح؟ اه،
انا هنا هعمل العكس، انا عندي اكس عليها باور بلس باور، ما هو باورين مجموعين، فانا هخليها عباره عن ايه، ركز بقى كده، هخليها اكس باور اي ملتبلاي اكس باور بي في سي. كابتن بي سي دي يعني بي ملتبلاي سي، اوكي، باور الباور ملتبلاي. انا بقى عندي دلوقتي اكس باور حاجتين ملتبلاي بعض، فممكن اخليها اكس باور بي باور سي. افهم دي كويس قوي عشان دي بتنفعك في حياتك عموما في كل الفروع، وممكن تنفعك في الفيزيكس، وهتنفعك قدام ان شاء الله في الجامعه. ممكن اخد نفسي، ها بص كده، انت لما كان بيبقى عندك البيز هو هو وبينهم ملتبلاي، مش كنت بكتب الاكس مره واحده وبجمع الباورز؟ اه، باور الباور ملتبلاي. يعني لما يكون عندي باور بي باور سي بعمل البي والسي ملتبلاي بعض فتبقى بي سي. ها انا هنا فكيتها، عملت عكس اللي احنا بنحتاج نعمله في الدرس اللي فات في الباينوميال. ها طيب، كل اللي انا بقوله ده عشان الحته دي، ركز كده، لما يجيب لك اي باور 4 ان بلس 1، ها دي عباره عن ايه، اي باور 4 ان ملتبلاي اي باور 1، اه اي باور 4 ان ملتبلاي اب. كابتن لما يكون معايا باورين بلس بعض ممكن اقسمهم، يبقى البيز اللي هو اي باور ده ملتبلاي اي باور 1 اهو، واي باور 4 ان اصلها اي باور 4 باور ان. ما هو باور الباور ملتبلاي، انا عندي 4 ملتبلاي ان، فانا ممكن اخليها باور 4 باور ان عشان يتضرب الباورين في بعض فتبقى 4 ان. ها طب واي باور 4 بكام؟ ب 1. فنكتشف ان دي كلها عباره عن 1 باور ان، يعني 1 فيبقى اي. ها ومن هنا نشأت نتيجة هنوصل لها خلاص، ان لو عندي اي باور 4 بربقاية بلس ام ده بيساوي اي باور ام. بصمك دي خلاص. انا فهمتك جت من هنا على فكرة، ها ركز معايا كده، اي باور 4 ان بلس ام دي اصلها ايه، اي باور 4 ام ملتبلاي اي باور ام اللي هي دي يعني. طب والاي باور 4 ام اصلها اي باور 4 باور ان، اي باور 4 باور ان، وما انا بقى لما الاقي باور الباور بضرب الباورين في بعض فتبقى 4 ان. طب ما الاي باور 4 ب 1، 1 باور اي حاجه ب 1، فده كله ب 1 يبقى الاي باور ام. ها فهو بيقول لك بقى خد بالك، لو عندك اي باور 4 ان بلس 1 دي باي اللي هي باور 1، طب ودي اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1، اي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي، اي باور 4 اللي هي 1. ها في حاجه صعبه؟ عملوا بعد كده ايه يابا؟ ها جم عملوا حاجه غريبه قوي، قال لك الله، اويلر عمل الاي اللي هي روت نيجاتيف 1، تخيل انها حقيقيه. بص اويلر عمل ايه، ركز في السيكونس اللي حصلت. ها اويلر تخيل ان روت نيجاتيف 1 دي حاجه موجوده وليها قيمه سماها اي، بس هي يعني مش موجوده، هو تخيل انها موجوده. ها قام جه بعد كده ناس كتيره عملت مجموعه اعداد جديده سمتها ايه، الكومبلكس نمبرز. كومبلكس يا جماعه، كومبلكس بالانجلش معناها بالعربي ايه، معقد صح، بس هي هنا معناها مركب. يعني ايه مركب؟ يعني اصور رقم الكومبلكس زي الزد ده اهو، بيتكون من جزئين، ها جزء حقيقي بيبقى لوحده، وجزء اللي هو الواي بيبقى لازق فيه اي اسمه imaginary part. بص كده الريل بارت هنا الجزء الحقيقي اللي هو الاكس، والimaginary part اللي هو الواي. استاذنك تركز في اللي هقوله دلوقتي عشان فهمك للي موجود دلوقتي هيعديك من مراحل جايه كتير. ها بص هنعمل عدد مركب متركب من جزئين، ها جزء حقيقي وده بيبقى رقم فري تيرم. يعني ايه فري تيرم يا جماعه؟ يعني مثلا هختار زد، عدد اهو مركب نيجاتيف 3 ده كده فري تيرم. فري تيرم يعني ايه يا جماعه؟ يعني مش لازق فيه حاجه. بص كلمه فري يعني حر، ها فري تيرم يعني مش كوفيشنت لحاجه معينه، لا هو حر. ها نيجاتيف 3 اهو لوحده بلس 2 اي، الرقم ده او العدد على فكره
ما اسموش رقم، اسمه عدد مركب. ها واحد يقول لي هو في فرق بين رقم وعدد؟ فرق كبير قوي، بس سيبك من الكلام ده دلوقتي، ركز معايا. العدد زد ده متكون من جزئين، جزء اللي هو نيجاتيف 3 اللي هو الفري اللي هو الريل بارت الجزء الحقيقي، والبوزيتيف 2 اللي هو الكوفيشنت اوف اي، ها اللي هو الايماجينري بارت. في مشكله كده؟ فاصبح ان العدد ده اسمه عدد متركب، مركب متركب من جزئين، جزء حقيقي وجزء لازق فيه اي يعني خيالي. هو في حاجه اسمها 2 اي؟ هو اصلا في حاجه اسمها اي؟ لا، دبل الاي يعني 2 من الاي يعني برضو خيالي. ها اي عدد هتحطه جنب الاي هيبقى خيالي. ممكن اقول حاجه؟ قول. ها ممكن بقى تبقى الاكس دي بزيرو فما يبقاش فيه، بص كده، ممكن تبقى الاكس بزيرو فما يبقاش فيه ايه؟ اكس، فيبقى عبارة عن رقم جنبي اي بس. في الحالة دي اسمه ايه؟ بيور ايماجينري نمبر، رقم ايه؟ رقم خيالي بحت. يعني ايه خيالي بحت؟ يعني خيالي فشخ. ها يعني ايه خيالي فشخ؟ هو خيالي بس. بص زي الثري اي مثلا، لو الزد بثري اي او النيجاتيف 3 اي. ها بس 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 بس. ولا هنا الجزء الحقيقي بكام؟ زيرو. الجزء الخيالي بكام؟ نيجاتيف 3. ها اللي هو كوفيشنت الاي نيجاتيف 3. فلما تلاقي الجزء الحقيقي بزيرو يعني ما فيش ريل بارت، ها في الحاله دي بيبقى اسمه ايه؟ بيور ايماجينري. والعكس بالعكس، لو الواي بزيرو اسمه بيور ريل نمبر. زي الواي بزيرو يعني ما فيش اي اصلا. بص زي لو قلت لك ان الزد ايكوال 2. طبعا ناس كتير يا جماعه زمان، بس احنا بنراجع، ها ناس كتير زمان تقول لك الله 2 ايه اللي مركب مستر؟ ال 2 ده عدد حقيقي معروف، 2 3 4 ها كلها اعداد احنا عارفينها. هل انا ينفع اعتبر انه مركب؟ لحظه بس هاخد نفسي. عيد السؤال تاني. ينفع اعتبر ان التو ده ينفع اعتبر انه مركب؟ ها هو متركب من جزئين، جزء حقيقي بتو وجزء ايماجينري بزيرو. ها فاهم حاجه؟ اي عدد في الدنيا اقدر اعتبره مركب. لو الاكس بزيرو يبقى هو بيور ايماجينري، ها لو الواي بزيرو يبقى هو بيور ريل نمبر. في مشكله؟ ركز بقى كده معايا. كارتيزيان عمل ايه كارتيزيان؟ بص كده، تعالى نتخيل ان في رقم زد عدد سوري 2 2 بلس 2 اي. استاذنك تركز معايا حضرتك. هنا ال 2 بلس 2 اي دي الجزء الحقيقي فيها بكام؟ 2. يعني الاكس بكام؟ 2. بنسمي الجزء الحقيقي اكس، ها والكوفيشنت اوف واي اللي هو سوري الكوفيشنت اوف اي اللي هو الايماجينري بارت بوزيتيف 2، يعني الواي ب 2 برضك. ها جه مين بقى؟ كارتيزيان وارجند. ارجند او ارجاند مش متاكد اسم، ارجاند ارجند ارجند اوكي. الاثنين دول يا جماعه فرنسيين. قال لك ايه؟ قال لك طب ما نعمل فكره حلوه، ما طالما الجزء الحقيقي في حته والخيالي في حته نحطهم في اوردر دي بير كده اهو، الاكس ب2 والواي ب2 اوردر دي بير يعني الترتيب بيفرق. ها 2 و2 ونمثل العدد ده as a point او as a vector. ها as a ايه؟ vector. بص كده اهو، شايف الزد اللي هو ب2 بلس 2i ده؟ اما هو جه هنا مش 2 على الاكس وطلع 2 على الواي، ادي البوينت اهي. شايف البوينت دي؟ اصبح دلوقتي ان انا لو خليت الاكس اكسس بيمثل الريل بارت والواي اكسس بيمثل الايماجينري بارت اللي هو كوفيشنت الايه؟ الاي اللي هو الواي يعني. ها لو ده بيمثل ده وده بيمثل ده اصبحت البوينت بتمثل ايه؟ كومبلكس نمبر. ها اسمع دي كده مستر. انا جسمي اشعر من العظمه، انت ليه بتكلمني كاني هتفاجئ بحاجه زي كده؟ انت بتكلم واحد خد داينامكس؟ ده احنا كنا بنعمل التايم، تايم الوقت على الاكس اكسس، وكنا بنعمل الديسبليسمنت على الايه؟ على الواي اكسس. جاي انت تقول لي ان انا هعتبر ان الريل بارت على الاكس والايماجينري بارت على الواي دي يعني اوبشن؟ هي اوبشن الصراحه. ليه بقى؟ في الداينامكس لما كنا بنعمل كده كانت حاجه عاديه،
انما انت هنا بقى عندك حاجه اسمها ها كارتيزيان فورم او الجبريك فورم وتريجونومتريك فورم وبولر فورم واويلر فورم، كل ده من الحته دي بس. لما قدرت انك تمثل، ها مش قصدي انك بتمثل يعني انت كذاب، لا تمثل يعني تريبريزنت كده حاجه، الزد اللي هو الكومبلكس نمبر على الارجن دايجرام ده، عارف حصل ايه؟ هنقدر دلوقتي كمان شويه على طول نحول العدد، بدل ما هو اكس وواي، لا ممكن نعمل زي ما كنا بنعمل في الفيكتورز. بص شايف الحته دي كده، طولها هيبقى ار، وشايف الانجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس دي اللي هي الانجل دي، ها طبعا واحد يقول لي مستر بوزيتيف دايركشن، لا 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 احنا لسه مراجعين كالكولس، ده انت لسه مراجع كالكولس، الكلام ده انتهى، لو انت فاهم كالكولس كويس قوي تنسى الكلام ده. ها بص بقى، احنا دلوقتي عملنا ايه؟ مثلناها از ا بوينت، تمام. قال لك ان انا ممكن اجيب لك العدد ده زي ما بنعمل في الفيكتورز اكزاكتلي، بدل ما اجيب لك العدد باكس وواي، جزء حقيقي وجزء خيالي، ده انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ده انا ممكن اجيبه لك بطول وانجل، الطول اللي هو طول الحته دي، والانجل اللي هي الانجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. طب هجيب طول الحته دي ازاي؟ يا عم بايثاغورس اهو، ما مش دي الاكس 2 ودي الواي 2، بايثاغورس هتجيب الار والثيتا، شيفت تان الواي على الاكس، شيفت تان الاوبزيت. انت بتتكلم ولا انا لسه مولود اهو امبارح مستر؟ عيب انت كده بتهني، ها بهينك ليه؟ يعني لما تقعد تشرح لي حاجه زي كده تبقى بتهني. ها بص مثلا مديك عدد تاني اهو زد 2 نيجاتيف 4 و 3، هتمشي 4 شمال وتطلع 3، ادي الزد 2 مثلتها از ا بوينت. عايز تمثلها بولر يعني طول واتجاه، هتجيب بص على الزد 2 دي، اوكي بص هتجيب طول الحته دي كده وتجيب الانجل دي كده، لازم تكون الانجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، زي السلوب اوف ذا ستريت لاين، ها لازم تبقى مع البوزيتيف دايركشن اللي هو يمين الاكس اكسس. يعني في اي حاجه صعبه؟ يلا حبايبي كده. قبل اي حاجه سيبك من الفورمز اوف ذا كومبلكس نمبرز، خلينا في حاجه عايز اقول لك عليها. انت دايما بيبقى عندك حاجتين، يا اما اكس وواي يا اما ار وثيتا، والتحويل بيمشي بينهم هما الاثنين. يعني انا عندي كام صوره اقدر اكتب بيها كومبلكس نمبر؟ ممكن معلش اخد نفسي، ها انا اللي بستاذن، انا بستاذن عشان اعيش، ها لحظه ركز كده معايا، ها انا هديك كومبلكس نمبر، زي اللي فات ده مثلا زي 2 بلس 2 اي، بيبقى في كام صوره ممكن اديك بيها؟ شايف انا سميت الكومبلكس نمبر ده سميته زد 1، شايف العدد زد 1 ده؟ ها ممكن اديهولك باربع صور، ممكن اديهولك الجبريك زي اللي هو اكس بلس واي، اكس بلس واي اي اللي هو 2 بلس 2 اي، بديك الجزء الحقيقي والجزء الخيالي لازق فيه اي، وتفضل يا باشا خده. ها دي اول صوره. واحد يقول لي مستر هو في صور تانية؟ ده انا كنت متصور ان دي الصوره الوحيده اللي هي دي 2 بلس 2 اي. لا 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 ده في ثلاثه هم اربعه. ها بص تاني صوره، سيبك من الاويلر دلوقتي، تريجونومتريك فور ازاي بقى؟ اديك الزد تريجونومتريك، اكتب لك الار وافتح براكت كده واكتب كوساين واكتب الثيتا هنا بلس اي، واكتب ساين واكتب الثيتا هنا. فواحد عبيط وانا كاتبها له كده، ها يروح جاي ماسك الكالكوليتر يشوف الثيتا بكام ويحسب كوساين الثيتا دي ويحسب كوساين ثيتا ويشوف كام. ها دهبل ده، اوعى تعمل كده يا باشا لو سمحت. التريجونومتريك فورم بتتقدم بالصوره دي، بكتب الار والثيتا
واسيب الكوساين والساين واسيبها زي ما هي كده. يعني انت كل اللي هتعمله مثلا لو الار ب 5، واحد يقول لي مستر هي الار ب 5 هنا، يا عم بقول لك مثلا، ها الار مش ب 5، لو الار ب 5 هتقوم كاتب هنا ايه 5 تفتح براكت، لو السيتا مثلا ب 30 ديجري، فواحد يقول لي مستر هي السيتا، يا اخي مثلا لو السيتا ب 30 ديجري، ها مثلا كوساين، واكتب هنا 30 ديجري بلس اي ساين، واكتب هنا 30 ديجري، ها هاي بس خلاص خلصت. ها اوعى بقى تحسبها، كلنا عارفين ان كوساين 30 برقم وساين 30 برقم، بس انا مش هحسبه، ها انا هسيبها كده. شايف اللي انا كاتبه بالاحمر ده؟ ها دي كده العدد على الصوره التريجونومتريك، ماشي. يبقى انا كده ممكن اديك الزد الجبريك فورم، ممكن اديهولك تريجونومتريك فورم، ممكن اديهولك اويلر فورم، اكتب لك الار ملتبلاي اي باور واكتب الثيتا اي، بس هنا لازم تكتب الثيتا على ايه يا جماعه؟ على الراديان. سيب الكلام ده بقى لواحد ما راجعش معايا كالكلس. عارف لو انت ما راجعش معايا كالكلس تقعد تفكر كده حولها راديان، لا 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 لا، ده احنا ده فاكر في كالكلس بنعمل ايه؟ لما كانت الاكس تبقى بره تريجونومتريك فانكشن، ولما كانت تبقى جوه تريجونومتريك فانكشن نفس الاكس، كنت اكتبها هنا وهي بره بالريد يعني بالباي، بسيب الباي باي، ها، واكتبها هنا بالديجري يعني احط الباي دي ب 180، ها ركز كده معايا. هنا طبعا حضرتك حاطط الثيتا باور على الاي، فانت بتتعامل مع الثيتا از ا نمبر، قيمه عدديه، فاليو يعني قيمه، فلازم احطها بالراديان. ها اوعى تحطها، يعني افرض الثيتا طلعت معاك ب 30 ديجري، تقوم كاتب كام هنا؟ باي اوفر 6، والزق فيها اي اهي، يبقى اي باور باي اوفر 6 اي. اوعى تكتب ايه؟ اوعى تكتب 30. ها طيب اخر صوره هي بس الحته دي واخده البتاع، هي بولر فورم، بكتب كده براكت وبحط الار هنا والثيتا هنا عادي. مستر مساله فيها ثلاث اعداد، اوكي زد 1 زد 2 زد 3، يا عم سميهم اي حاجه انت هتقرفني، سميهم اي حاجه. كم عدد؟ 3. ممكن اروح انا مديك الزد 1 رقم بلس اي رقم على الالجبريك فورم، واديك الزد 2 كده، واديك الزد 3 كده، عادي مش فارقه، كلهم بيتمحوروا حوالين حاجتين، يا اما يديك الاكس والواي يعني الجبريك فورم، يا اما يديك الار والثيتا سواء دي او اللي هناك. ما هو مديك الار والثيتا، ها ما انا هفهمك حاجه، هو انت فاكر ان الار دي غير الار دي مثلا غير الار دي؟ هي نفس الار والثيتا، هي هو الفرق بس ان انا هنا ممكن اكتب الثيتا دي بالراد او بالديجري، لكن انا هنا ما ينفعش اكتبها بالديجري، لازم الراد. طب هنا عادي، في ناس بتكتب دي بالديجري وفي ناس بتكتب دي بالراد، الاشيك في الثلاثه، ها اكتبها بالراد احلى واوقع، وتحس انك مثقف، فاهم قصدي؟ تكتب مثلا ايه باي اوفر 2، لكن تكتب 90 لا لا لا، باي اوفر 2 اشيك. ها ممكن اخد نفسي، ركز كده معايا. يبقى انا كده في الصور اللي في حياتي كلها اربع صور بيتمثلوا في حاجتين، يا اما اكس واي يا اما ار وثيتا. سيبك بقى من ان انت بتاخد الار والثيتا تعمل بيهم ايه، اويلر تريجونومتريك بولر مش مهم، بس هما نفس الار والثيتا. طيب ممكن بقى شربوا خلاص كده، انا فهمت في كام صوره، اربعه، بس هما كلهم اكس واي، او هي الاكس واي تجيب لك صوره واحده، ها والار والثيتا تجيب لك ثلاثه تانيين كلهم زي بعض، هو الشكل بس اللي بيتغير، يعني فاهم حاجه؟ يعني الار هنا بتحطها والثيتا لا، لكن هو نفس الار ونفس الثيتا. طب ممكن بقى اسالك سؤال، انا ما يهمنيش اعرف الصور اللي بتتحفظ واللي مكتوبه في ورقه المفاهيم هي، انا يهمني افهم. عايز تفهم؟ تعال. قلت لك ان ارجند لما عمل الدياجرام ده ابن زينة، ها لما مثل كده العدد على كارتيزيان كوردينيتس اكس وواي، قال لك لا ده انا ممكن امثل العدد كمان بايه؟ بار
طول الحته دي، وثيتا اللي هي الانجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. بس هات الار دي اللي هي طول الحته دي حطها هنا، وهات الثيتا حطها هنا او هنا وهنا او هناك في براكتس. في حاجه صعبه؟ ها خد بالك من حاجه، واحد يسالني يقول لي مستر ازاي لو معايا اكس وواي اجيب ار وثيتا، ويجي واحد تاني يسالني يقول لي مستر طب ازاي لو معايا ار وثيتا اجيب، استنى هقول لك الاثنين. ايه المحن ده؟ هقول لك الاثنين. معاك ايه؟ معايا اكس وواي. بص اهو انا هقول لك الاثنين عشان ما تقعدش تقعد تسالني بقى اسئله ايه وجوديه، ما هي الموضوع سهل. انا مثلا معايا اكس وواي، عايز اعرف الار بكام والثيتا بكام. صلي بينا على النبي، تعالى ورايا كده ركز معايا. معاك اكس وواي، اكس وواي، عايز الار اللي هي دي يعني بايثاغورس. بايثاغورس يا جماعه، هعمل سكوير روت الاكس سكوير بلس الواي سكوير. هاي عبط. طب عايز اجيب الثيتا، عايز الانجل دي يعني شيفت تان الواي على الاكس، ما هي دي الواي ودي الاكس، شيفت تان الواي على الاكس تديك الانجل ثيتا. ها تان انفرس الواي على الاكس. انت سالت سؤال وانا جاوبت، ازاي اجيب الار والثيتا لو انا معايا الاكس والواي؟ ها سهله. طب العكس شربو، معايا ار وثيتا، ممكن تجيب لي يا مستر الاكس والواي؟ دي اسهل. معاك الار دي، معاك الار دي، ومعاك الثيتا دي. اضرب الار في كوساين يديك الادجيسنت، واضرب الار في ساين يديك الاوبوزيت. ها ستاتكس، اقفش الترانجل ده، اضرب الهايبوتنس في ساين الانجل هيديك الاوبوزيت، والهايبوتنس في كوساين الانجل هيديك الادجيسنت. يبقى الاكس بار كوساين ثيتا اللي هو الادجيسنت، والواي بار ساين ثيتا. ها في اي حاجه صعبه؟ بصوا كده يا حبايبي، هتكلم في موضوع خطير قوي. هو انا لو معايا اكس وواي، سوري، لو معايا ار وثيتا، معاك ايه؟ معاك ار وثيتا، بجيب الاكس ار كوساين الانجل، بجيب الواي ار ساين الانجل، سهله ما فيهاش اي مشكله، عدت شكرا. ها لو معايا اكس وواي بيبقى عندي مشكله في الثيتا، اشمعنى؟ هقول لك الفكرة عندك ايه؟ ان بيبقى فيه اربع احتمالات. لو الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، استنى، الاكس بوزيتيف يعني انت هتمشي يمين، والواي بوزيتيف يبقى انا هطلع فوق، يبقى انا في الفيرست كوادرنت. ده احتمال. لو الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف يبقى انا في السكند كوادرنت، وفي ممكن ابقى في الثيرد لو الاثنين نيجاتيف نيجاتيف، ها؟ وممكن ابقى في الفورث لو الايه؟ الاكس بوزيتيف لكن الواي نيجاتيف. ممكن نركز كده؟ مشكلة. ايه المشكله؟ هفهمك. اول احتمال، تعال نحط كل احتمالات كده عشان تفهمني. لو الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، حط مثلا هنا 2 2 اهي، ركز معايا بقى كده. عايز تجيب الار وعايز تجيب الثيتا، ممكن امسك الكالكوليتر لحظه. الار من مستر، هو انا كل مره هقعد ارسم؟ عايز ترسم ارسم يا باشا، انا اصلا بعملها على الكالكوليتر، انت هتشتغلني؟ انا اصلا بعملها على الكالكوليتر، بس انا بفهمك حته الكوادرنتس دي ليك انت. ليه؟ لان ممكن تبقى الثيتا مجهوله، انا لازم ابقى فاهم الكلام ده. ركز كده معايا، الار هعمل روت 2 سكوير بلس 2 سكوير، يعني بايثاغورس يطلع 2 روت 2، اوكي؟ طب والثيتا هعمل شيفت تان ال 2 على 2 تطلع 45 ديجري. في ناس ثانيه بتكتبها باي اوفر 4 ايكويفالنت. ها يبقى انا لو عايز العدد اللي هو 2 بلس 2i ده على البولر فورم، اكتب 2 كوسا 2 روت 2 كوساين ها باي اوفر 4 بلس i ساين باي اوفر 4. ها في مشكله كده؟ المشكله بتظهر فين بقى؟ مش مشكله، لو انت لا مؤاخذه مثلا في كوادرنت تاني، التاني مثلا هنا، هقول لك حل حلو. في السكند كوادرنت دي نيجاتيف 2 ودي بوزيتيف 2، بس انا عشان اجيب الانجل ثيتا دي هعمل شيفت تان
الابسوليوت بتاع الواي على الاكس، يعني ابسوليوت الواي اللي هي 2 على نيجاتيف 2، يعني انا هكتب على الكالكوليتر ايه؟ انا واخد ابسوليوت، يعني شفت 10 بوزيتيف 2 على بوزيتيف، اما انا واخد ابسوليوت يا جماعه فالغي النيجاتيف، فهتعمل شفت 10 1 فهتطلع 45، مش مشكله. ليه خدت ابسوليوت؟ عشان انا بتعامل مع ترانجلز واطوال، يعني انا مش هي نيجاتيف عشان هي لما مؤاخذه شمال، انا مش بشتمها، ها شمال الاكس اكسس، اه فده اللي مخليها نيجاتيف، لكن انا لما هاجي اعمل الشيفت تاني باخد كل حاجه بوزيتيف، ما يفرقش معايا الاكس شمال يعني نيجاتيف او الواي تحت يعني نيجاتيف، لا 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 انا مالي يا باشا، انا بتعامل مع ترانجل، بجيب انجل ترانجل اطوال، ما باخدش اي نيجاتيف، الواي والاكس كده كده باخدهم بوزيتيف. تفرق معايا بقى ان الانجل اللي هتطلع اللي هي 45 مش هي دي السيتا، ليه بقى؟ ها مش ده العدد سميناه سي؟ ها ركز كده، فين الانجل بتاعته؟ دي اللي هي ال180 كلها هشيل منها السيتا دي، يبقى السيتا بتاعت المساله دي لو انا في السكند كوادرانت بتبقى 180 ماينس سيتا. ها في مشكله كده؟ طيب ركز بقى معايا، لو انت في الثيرد كوادرنت استاذنك ركز، لو انت في الثيرد كوادرنت اها دي الانجل اللي هتطلع معاك صح؟ اه هتعمل 180 بلس سيتا، لو انت في الفورث كوادرنت هتعمل نيجاتيف سيتا، يبقى انا عندي كام احتمال؟ 4. لو في الفيرست تاخد السيتا زي ما هي، لو في السكند 180 ماينس سيتا، في الثيرد هعمل 180 بلس سيتا، هنا هعمل نيجاتيف السيتا. بس اذنك تركز معايا كده، شفت اللي انا قلته ده كله؟ ها ملوش معنى او ملوش اضافه قوي لو المساله مش رموز، لان في عالم الحياه الواقعيه هات اي رقم 2 ماينس 2 اي، عارف انا بتكلم على انهي 2 ماينس 2 اي اللي هو ده؟ لا سوري انا غبي، ده اهو 2 الاكس ب 2 والواي بنيجاتيف 2، شايف العدد ده؟ عايز تجيب الار والسيتا عشان بقى تحطها على البولار فورم ماشي، تراجونومتريك فورم برضك ماشي، اويلر فورم اجيب لك التلاته دلوقتي ها بالكالكوليتر. بص اول حاجه بس دوس مود واختار رقم 2 كومبلكس، حاولت الكالكوليتر كده كومبلكس كده، الكالكوليتر بقت بتفهم حاجه اسمها اي، هقوم كاتب لها العدد ده عادي 2 ماينس 2 اي، اي دي يا جماعه اللي هي كلمه اي ان جي، بعملك انك لسه مولود اول امبارح ها كتبت 2 ماينس 2 اي دوست ايكوال، فكتب لك 2 ماينس 2 اي ها ايه ده نفسه؟ ايوه انت بقى عايز الار والسيتا، هتقوم دايز شيفت وتختار رقم 2 حتى مكتوب باللون الشيفت كده كومبلكس، وهتلاقي ايه رقم 3 بيقول لك الار والسيتا دوست ايكوال، اداك الار ب 2 روت 2 واداك السيتا بنيجاتيف 45. شكرا. عايزها انت بقى اويلر؟ اوكي يبقى الزد بتساوي اويلر ار اي باور سيتا اي، بس مش هينفع اكتب السيتا دي بالديجري ها، لازم احولها بالراد، هقسم دي على 180 هتطلع نيجاتيف 1 اوفر 4 بس كده خلاص، لا وبلزق فيها باي تبقى نيجاتيف باي اوفر 4، دي كده السيتا اي. في حاجه صعبه عايز تجيب اي صوره تانية براحتك، هنشوف لما نيجي نحل، خلي بالك مش مشكله. في السمري انا 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 ما بحلش ومش بعلمك ازاي تحل ومش مهتم ازاي تحل، انا مهتم بايه يا صديقي؟ بانك تفهم. ها لا انا عايز القلم، مهتم بانك تفهم اصل الحاجه عشان لما نيجي نحل وانا بفكرك يبقى الموضوع ابسط. ها الار دي اسمها مودولس، السيتا دي اسمها امبليتيود، الانجل اسمها امبليتيود، الار اسمها اللي هي الطول اسمه مودولس. ممكن اقول لك حاجه؟ اي انجل في الدنيا ها لو زودنا عليها 360 درجه او نقصنا منها 360 درجه ها بتلف لفه كامله وترجع مكانها، لو انت بتزود هتلف عكس عقارب الساعه، لو انت بتنقص هتلف مع اتجاه عقارب الساعة، بس مش فارقة في الحالتين هترجع لمكانها تاني، يعني ما بتتغيرش. فهو بيقولك ايه بقى؟ انك لازم تجيب لي دايما السيتا من نيجاتيف 180
ل 180. ايه ده يا مستر؟ لحظه، يعني افرض الثيتا طلعت معايا ب 190 ديجري كده اكبر من 180، انت عايزها في الفتره دي؟ ها كده انا حليت غلط؟ ها لا مش غلط، الصوره غلط. زي انت مثلا لما تشوفني في الشارع فتقول لي عمر، هل انت كده ندهتني غلط؟ لا لا، انت ندهتني انا صح. وانا بقول لك انت ندهت واحد تاني، بس انت ندهتني باسم غلط، المفروض تقول لي يا مستر عمر مثلا. ماشي، نفس الكلام هنا، هي ال 190 الانجل غلط، الانجل صح، الانجل بفرض انك حليت صح فالانجل صح، الصوره بتاعتها غلط، لازم تبقى في الفتره دي. طب اعمل ايه؟ نقص من دي 360. حقك حقك، انا من حقي ازود او انقص 360 الف مره يا باشا. هو انت لما هتنقص من انجل 360 هيحصل لها ايه؟ ها مش هتتغير، بس صورتها هتبقى احلى. بص بقى، 190 ماينس 360 هتطلع نيجاتيف 170 ديجري، اهي الانجل دي كده، دي امبليتيود صح. اقسم بالله ال 190 ديجري ايكويفالنت 100% للنيجاتيف 170، مع ان ده رقم بالبوزيتيف وده رقم تاني خالص وبالنيجاتيف، ها بس الاثنين دول كانجلز ايكويفالنت لبعض. جرب تعمل ساين دي وساين دي هيطلع نفس الحاجه، كوساين دي هيطلع كله نفس، هي الانجل نفس الانجل اصلا، ها بس صوره دي بقى نيجاتيف 170 في الفتره دي، فدي كده نورمال امبليتيود. طيب ده كلام ان جنرال، لما تحتاج ان شاء الله انك تحول من حاجه لحاجه بتعمل ايه يا صديقي؟ سوري، بتعمل ايه؟ لازم الانجل سيتا تكون من نيجاتيف 180 ل 180، لو طلعت مش في الفتره دي اقل يعني زود 360 حقك. طب لو طلعت اكبر نقص، بس اوعى بقى تنقص او تزود حاجه غير 360، ها تبقاش حيوان. ليه؟ لان انا من حق ازود او انقص 360 عشان ال 360 لفه كامله ما بتغيرش. ها يلا احبابي كده نتكلم عن حاجه اسمها كونجيجيت اوف كومبلكس نمبر. خلي بالك في عالم الاعداد الحقيقيه، استاذنك تركز كده معايا، ممكن اكتب لك مثلا 3 plus x، فاجي اقول لك خلي بالك ان ده وده الاثنين دول يعني ها كونجيجيتس لبعض. ها كونجيجيتس في عالم الاعداد الحقيقيه بيبقى معناها ان الاثنين هنا نفس الحاجه والاشاره اللي في النص اوبوزيت، واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. ها ده في عالم الاعداد الحقيقيه او في عالم الالجبرا، انسى الكلام ده خالص لان الموضوع هنا مختلف، وللاسف للاسف للاسف ناس كتير قوي بتتلخبط فيه. ها فانا خايف عليك، فمعلش ما تتلخبطش، صل على النبي. الكونجيجيت في عالم الكومبلكس معناه انك بتغير اشاره الايماجينري بارت بس. ركز كده معايا في ده وده، اللي هناك اكس بلس واي اي واللي هنا اهو اكس ماينس واي اي، ده اسمه زد بار، دي معناها البار دي اللي فوق، بص بص البار اللي هي الشرطه اللي فوق الزد دي، ها معناها كونجيجيت. ففي ناس يا جماعه لما بتشوف المنظر ده تقول لك بس خلاص يبقى زي ما انا متعلم ان الكونجيجيت اغير الاشاره اللي في النص وخلاص، ايه ايه اهو الاشاره اللي في النص بوزيتيف والاشاره اللي في النص نيجاتيف، فاقوم انا مخرتقك في الامتحان. بص بقى اجي اقول لك ان الرقم زد ايكوال، بص بقى نيجاتيف 2i بلس 3، الزد بار بكام؟ واعمل لك نقط واديك اربع اختيارات. ها طبعا انت حمار هتروح مختار ايه؟ نيجاتيف 2i ماينس 3. هو ده الكونجيجيت بتاع ده يا ابني؟ غلط. لا انت عارف كويس قوي ان الكونجيجيت ده، في مدرسين بتقولها كده يقول لك الكونجيجيت غير الاشاره اللي في النص. غلط غلط يا جماعه، الكونجيجيت بتاع الكومبلكس نمبر بغير اشاره الايماجينري بارت. ها ركز تاني كده، ممكن اخد نفسي. الكونجيجيت بغير اشاره الايماجينري بارت، ما بغيرش الاشاره اللي في النص. ها حضرتك ركز معايا بعد اذنك، نفذ اللي انا بقوله بالحرف. ادي العدد زد، الريل بارت بتاعه بوزيتيف 3، الايماجينري بارت بتاعه
نيجاتيف 2 ها، عشان اجيب الزد بار هغير اشاره الايماجينري بارت تبقى بوزيتيف 2i. طب والريل بارت اللي هو بوزيتيف 3 لا ما بغيروش. انت يا ابني عبيط. هو انا هخبي عليك ليه لو هغير اشاره الريل بارت؟ يا باشا لو سمحت عايز تجيب الكونجوجيت غير اشاره الايه الايماجينري وسيب اشاره الايه الريل زي ما هو. يعني افرض يا مستر الرقم بيور ريل بارت 3 بس، يبقى الزد بار برضك 3 ها، وفي الحاله دي بيبقى الرقم بيساوي الكونجوجيت بتاعه. يبقى امتى العدد وكونجوجيته يبقوا نفس الحاجه؟ ها امتى العدد وكونجوجيته يبقى نفس الحاجه؟ لما يكون بيور ريل نمبر. ها طيب افرض العدد ايماجينري بس نيجاتيف 3i، يبقى الكونجوجيت بتاعه بوزيتيف 3i. في حاجه صعبه يا جماعه؟ يبقى قاعده عامه، انا ما بغيرش الاشاره اللي في النص عشان اجيب الكونجوجيت بتاع الكومبلكس نمبر. الكلام ده في عالم الالجبرا الحقيقيه ها، لكن في الكومبلكس نمبرز لا. الايه الكونجوجيت التعريف بتاعه الديفينيشن اني بغير الاشاره بتاعه الايماجينري بارت واسيب الريل زي ما هي. طب افرض هو ريل بس حقيقي بس بسيبها زي ما هي ها. طب افرض هي اي بس ايماجينري بس بغير اشارتها. طب افرض في ريل وفي ايماجينري بتسيب الريل زي ما هو وتغير اشاره الايه ها. ما تجيش انت تغير اللي في النص، افرض انا بدلتهم لك ها. زي ما من شويه كتبت لك كده بص 2i minus 3 تقوم انت مغير، لا ده الكونجوجيت بتاعه ايه نيجاتيف 2i minus 3 برضك عادي. ركز في دي كده ها، سبت الريل زي ما هو وغيرت اشاره الايه الايماجينري كان 2 خليته انا نيجاتيف 2 ماشي اوكي. ركز بقى كده معايا من على الرسم، بنكتشف حاجة ان لو الزد ده الزد بار بيبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ كأن الاكس اكسس مراية، يبقى اسمها ايه بقى؟ reflection about x axis. يبقى العدد زد هو الريفليكشن اوف زد بار، او زد بار هو الريفليكشن اوف زد حوالين الايه حوالين الاكس اكسس. حصل ريفليكشن، بص كده كان دي مرايه، كان هو هنا بص الزد ده باصص على نفسه في الاكس اكسس شايف نفسه على نفس المسافه. اقول لك ليه؟ لما يكون الزد اكس وواي يبقى انت هتمشي اكس وهتطلع واي. الزد بار بيبقى ايه؟ نفس الاكس بس نيجاتيف الواي، فهتمشي نفس الاكس يمين بس هتنزل بدل ما تطلع ها، فيبقى دي واي ودي واي بس بالنيجاتيف، فانت شايف نفسك على نفس المسافه فكانها مرايه، يبقى اسمها ريفليكشن اباوت اكس اكسس. في مشكله كده ها؟ ركز تاني كده، اكس وواي، اكس ونيجاتيف الواي يبقى نفس الاكس، مره الواي فوق ومره الواي تحت ها. في حاجه صعبه؟ طيب لو عايز اجيبها بالار والثيتا هتبقى نفس الار طبعا. ما يا جماعه بص ركز كده، ما هي دي واي ودي اكس، دي نفس الواي كطول بس بالنيجاتيف صح، ودي نفس الاكس، فهتبقى دي نفس الار بتاعت دي ودي نفس الثيتا بتاعت دي، بس الفرق ان الثيتا هنا طالعه لفوق لكن الثيتا هنا نازله لتحت، يعني الثيتا هنا بالبوزيتيف لكن الثيتا هنا بالنيجاتيف. وعشان كده ظهر التعريف في الار والثيتا زي ما هو في الاكس والواي. ايه ده؟ كنت هبص يا نهار ابيض كنت هموت. ركز كده، في الاكس والواي بتغير اشاره الواي، في الار والثيتا بتغير اشاره الثيتا وتسيب الار زي ما هي. بص كده خلاص الموضوع بقى حلو قوي، انا حتى بقيت فاهمها. بص كده على الرسمه، بابا 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 بابا، ركز كده، الكونجوجيت بتسيب الاكس زي ما هي وتغير اشاره الواي، ده في الالجبريك في الاكس والواي. طب والار والثيتا من الرسمه اهي، الار نفس الار اصلا نفس الطول. طب والثيتا، الثيتا هنا كانت بوزيتيف فوق في الكونجوجيت بقت نيجاتيف، في مشكله؟ ها سيبك من اللي مكتوب. يبقى بص كده، لو انا جبت لك عدد زد 3 كوساين باي بلس اي ساين باي، قلت لك هات الزد بار هتعمل ايه؟
هتسيب نفس الار وتخلي الثيتا بالنيجاتيف، يبقى دي كوساين نيجاتيف الباي بلس اي ساين ها نيجاتيف الباي. في حاجه صعبه؟ ها في اي مشكله يا جماعه؟ سيبك من الكلام ده عشان ده بديهيات. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك لو ضربت الزد، لا هي حلوه بس الحاجات دي مهمه، انا اسف، لو ضربت الزد في الزد بار هتساوي الار سكوير اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير. ها ليه؟ ما انت لما بتضرب الزد في الزد بتضرب الار في الار وبتجمع السيتا، فلما اجمع سيتا ونيجاتيف سيتا هتبقى زيرو، وكوساين زيرو ب1 وساين زيرو بزيرو، فهيبقى ار في ار بار سكوير بس. مستر مش فاهم، هفهمك لما اشرح البرودكت. ممكن اخد نفسي؟ هفهمك الكلام ده لما اشرح البرودكت. يبقى انا كده مش عايز حاجه من السلايد دي غير حاجتين. هنتكلم عن الكونجيجيتس. عايز حاجتين في الاكس والواي. عايز تجيب الكونجيجيت، سيب الاكس اكس والواي غير اشارتها. في الار والسيتا عايز تجيب الكونجيجيت، سيب الار نفسها والسيتا غير اشارتها. ها في اي حاجه صعبه؟ بص كده يا حبايبي، دي طبعا شويه معلومات بديهيه بالنسبه لك وبالنسبه لي. بيقولك ان الزد اهي اكس بلس واي اي، الزد بار بتبقى هنا كده اهي، بيبقى الزد والزد بار ريفليكشن اباوت الاكس اكسس، واخد بالك؟ ايا كانت الزد فين، الزد بار هتبقى انعكاسها على الاكس اكسس. خلي بالك. عارف انا زمان قوي وانا في اولى جامعه، ها والله العظيم انا عارف ان انا هقوله ده تحس ان مبالغ فيه، بس اقسم بالله وانا في اولى جامعه كنت بدي دروس، فكنت بدي ستيم. في ستيم بقى يا جماعه بيعملوا حاجه غريبه جدا. بيقول لك ايه بقى؟ بص، يقول لك ان يرسم لك كيرف كده ويقول لك ان دول كيرف اوف كومبلكس نمبرز، نمبرز كتير كومبلكس، ها؟ فيجي يكلمك عن الزد بار بتاعتهم او الكونجيجيتس بتاعتهم، فلازم تبقى عامله كده ريفليكشن حوالين الايه؟ انعكاس حوالين الايه؟ حوالين الاكس اكسس. هتقول لي ايه ده؟ طب ما دي حاجه عاديه. لا ده جزء من السؤال. السؤال بيستلزم انك تكون فاهم الحته دي، فركز كده عشان لو حب يجيب لك اسئله صعبه هيلعب على الحته دي، وهنشوف لما نيجي نحل. ها ادي الزد الريفليكشن حوالين الاكس بيديك الزد بار. حلو الكلام؟ حلو. طيب ركز معايا، لو ضربنا الزد في نيجاتيف، يعني نيجاتيف الزد، النيجاتيف بتتوزع، فالاكس تبقى بالنيجاتيف والواي تبقى بالنيجاتيف، تبقى اهي. بص، بدل ما همشي يمين لا ده انا همشي شمال، وبدل ما انا بطلع لا ده انا هنزل، فدي الزد بار. ايه العلاقه بين الزد والنيجاتيف زد؟ سوري اسف، نيجاتيف زد. ايه العلاقه بين الزد والنيجاتيف زد؟ ريفليكشن حوالين الاوريجين بوينت. كان الاوريجين دي مرايه، ها دي شايفه نفسها في المرايه هناك اهي. اوكي، اخر حاجه نيجاتيف الزد بار اهي، يبقى اي واحده هتضربها في نيجاتيف هتبقى ريفليكشن حوالين الايه؟ الاوريجين. طيب ممكن نركز كده. تامل الرسمه، بديهيات صح؟ صح. ركز بقى في العلاقه، خلاص كل حاجه واضحه. ركز بقى، ليه الزد، ليه النيجاتيف زد بار مثلا كده؟ ما هي الزد بار اكس ونيجاتيف واي، لو ضربنا في نيجاتيف النيجاتيف هتتوزع، تبقى نيجاتيف اكس وبوزيتيف واي اهي، يعني بدل ما الاكس يمين لا شمال، لكن الواي نفس الواي. ايه العلاقه بين الزد والنيجاتيف زد بار؟ ها ريفليكشن او سيمتريك اباوت ايه؟ الواي اكسس. طب الزد والنيجاتيف زد ريفليكشن اباوت الاوريجين بوينت. طب الزد والزد بار ريفليكشن حوالين الاكس اكسس. ها في مشكله في المعلومات المهمه دي؟ معلومات مهمه جدا جدا. ها بص كده يا حبايبي، دي شويه مشاكل ممكن انت ما تحسش قوي انها مشاكل، بس تعالى كده نشوف. خلي بالك الجزء ده كده انا كنت عامل له بارت كامل في الحصص الاصليه، انا هشرحه دلوقتي بسرعه، ها، وهحل عليه كويس قوي ان شاء الله في جزء الحل الجاي. لو انت عايز تفهمه بالتفصيل الممل ارجع للحصه الاصليه احلى بكتير. ها كان ده الكومبلكس نمبر بارت 2، كان نازل حتى على اليوتيوب. اوكي ركز بقى معايا كده. اول مشكله، خلي بالك المشاكل دي مش مشاكل كده وخلاص، لا ده انا مرتبها بريوريتيز، يعني ايه؟ اولويات. يعني المشكله دي لو واجهتك مع المشكله دي لازم تحل دي الاول. ها طب تعالى نفهم كده.
اول مشكلة انه يديك الزد يحط لك الساين في الريل بارت يعني اللي مش لازق في الاي الفري ويلزق لك في الاي كوساين. طب اللي خلى دي مشكلة؟ بص انا كاتب هنا البروبلم والحل بتاعها. ها اول حاجة ايه اللي خلى دي مشكلة؟ اللي خلى دي مشكلة ان مفروض يبقى الكوساين هو الريل بارت والساين هي الكوفيشنت اوف اي. بص العدد عشان يبقى كومبلكس على التريجونومتريك فورم مفروض يبقى عامل ازاي؟ كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا يتقال عليه ساعتها ها تريجونومتريك فورم، تبقى الكوساين لوحدها والساين هي اللي لازقه في اي، ولازم الساين تبقى بوزيتيف ولازم الكوساين تبقى بوزيتيف. ها بص هنا عمل ايه؟ متبدلين. يبقى اول مشكله هي مشكله التبديل ما بين الساين والكوساين، هنحلها ازاي؟ مش مهم مش مهم. ها تعالى كده نشوف تاني مشكله. اهي الكوساين في مكانها والساين في مكانها مش متبدلين، بس المشكله هنا في النيجاتيف دي. يبقى بص كده لو عايزني ابين لك المشاكل قوي، اول مشكله لو هما متبدلين، تاني مشكله لو دي نيجاتيف الساين نيجاتيف. ما خلي بالك الساين دي مش اشاره الاي. ها انت عبيط؟ هو في حاجه اسمها اي بالنيجاتيف؟ الساين دي الاشاره دي النيجاتيف دي مشكله في اشاره الساين. ها طيب بص كده هنا هما هنا مش متبدلين، بص هنا متبدلين ساين بكوساين، المفروض دي اللي تبقى كوساين ودي اللي ساين. هنا تمام كوساين وساين مفيش مشكله، بس المشكله ان دي نيجاتيف المفروض كانت تبقى ايه؟ بوزيتيف. ها هنا العكس النيجاتيف مع الكوساين، هنا بقى فشخهم. جاب لك دي ساين ودي ساين بالنيجاتيف برضك غير الاشارتين. ها اخر مشكله بجيب لك الزد بتبقى 1 بلس كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا، في هنا 1 دي المش... هو كوساين وساين مفيش مشكله، المشكله هنا في ال1 اللي في الاول. مش فاهم ايه المشكله؟ مش فاهم؟ هفهمك. انا مثلا هجيب لك حاجه زي كده زد واحط لك عليها باور 3 باور 4، ممكن تبطلي تحرك ايدك؟ احط لك عليها باور 3 باور 4 اضربها لك في زد تانيه. ها عشان تقدر تستخدم القوانين اللي انا لسه ما قلتهاش اصلا وهقولها وهي سهله. عايز تضرب رقم في رقم بتضرب الار في الار وبتجمع السيتا على السيتا. عايز تعمل الزد باور بعمل الار باور الرقم ده وبضرب السيتا في الرقم. هنشوف الكلام ده، ممكن تسمع بعد اذنك. ها كل ما في الامر يا صديقي ان انا عندي مشكله ان انا عايز اشوف العدد تريجونومتريك مظبوط، الار ار والسيتا سيتا، اي واحده من الخمسه دول اي زد من الخمسه دول مش هعرف اعمل اي اوبريشن عليها. مش هقدر اعمل اوبريشن ليه؟ ها لازم تبقى مظبوطه. طيب الحل بسيط وفي ايدك، تعالى كده ورايا. اول مشكله عشان ترجعها مظبوطه وتقدر تعمل اوبريشن، بص تاني تاني، ها مش هقدر اعمل اي اوبريشن الا لو هي مظبوطه. اه طب حاجه زي كده لو هما متبدلين هتلعب في السيتا. خلي بالك انت في الخمسه دول اللعب دايما في السيتا، ما انا مش هقدر العب في الار، بلعب دايما فين؟ في السيتا. ركز معايا بقى، اول واحده عشان احلها وارجع الكوساين في مكانها والساين في مكانها بخلي بدل ما هي سيتا تبقى 90 - سيتا. 90 - سيتا يعني انا في الفيرست كوادرنت، بس هبدل الساين بالكوساين. ما انت عارف ان كوساين 90 - سيتا بساين سيتا وساين 90 - سيتا بكوساين السيتا. انا كده عملت ايه؟ غيرت السيتا، بدل ما هي سيتا رحت مخليها 90 - سيتا. يعني مثلا انت جايب لي المشكله دي بس السيتا دي باكس، قمت انا عامل ايه؟ خليتها 90 - اكس، بس خليت لك الكوساين في الفري تيرم والساين في الايه؟ في الكوفيشنت اوف اي. ها طب بص كده، افرض الساين بالنيجاتيف هعمل ايه؟ هتلعب في السيتا تخليها نيجاتيف سيتا، بس حليت لك المشكله. ما انا لما احط مكان السيتا نيجاتيف سيتا، ها بقت الساين بالنيجاتيف بتاعت النيجاتيف فخليتها بوزيتيف. ها ممكن اخد نفسي واقول لك حاجه؟
انا عندي مشكله اني محتاج احل مشكلتي وفي نفس الوقت اسيب السيتا اللي في الكوساين هنا نفس اللي هنا، يعني لازم الاثنين دول يبقوا نفس الانجل. بص، فبعمل ايه يا جماعه؟ بغير الانجل بحيث تحل لي المشكله وما تعمليش مشكله في حاجه تانية. ها، فايف الوحيده اللي المشكله بتاعتها حلها بيعمل مشكله. الكلام ده خلي بالك، انا لو انت ما اتفرجتش على الحصه الاصليه كويس قوي ومركزتش هتحس ان انا بقول كلام صعب، لكن لو انت شفت الحصه انت بتفتكر بس. ركز كده معايا. طب افرض يا مستر انا ما كنتش مركز في الحصه، اروح اشوفها يعني واضيع وقت؟ لا مش مهم، افهم بس حتى بنسبه 40 50% دلوقتي، ولما احل هتفهم ان شاء الله 100%. ركز بقى معايا. لو الكوساين بالنيجاتيف يبقى انا عايز اغير اشاره الكوساين وما اغيرش الساين، يبقى انا كده بتكلم في الايه، في السكند كوادرنت 180 ماينس سيتا. طب لو عايز اغير اشاره الاثنين يبقى الثيرد كوادرنت 180 بلس سيتا. ها، طب لو انا عندي 1 عايز احل المشكله دي بنعمل ايه؟ تعال اقول لك. ال1 بلس كوساين سيتا دي ليها قانون، ها، ب2 كوساين سكوير نص الانجل. دي كده ب2 كوساين سكوير نص الانجل سيتا دي. طب ما دي كده مشكله. ايه؟ انا عشان احل لك مشكله ال1 حطيت نفسي في مشكله، عشان كده انا كنت مسمي دي لو تفتكر الحصه مشكله وحلها مشكله. مش هي مشكله؟ جيت احلها قمت عامل مشكله. ايه هي بقى؟ ان الانجل دي بقت سيتا اوفر 2 لكن دي سيتا بس. اعمل ايه بقى يا جماعه؟ يبقى لازم اخلي دي نص السيتا، فبشيل الساين سيتا وبستخدم قانون الدبل انجل اللي هو 2 ساين 2 ساين نص الانجل كوساين نص الانجل، وبقوم واخد 2 عشان موجوده هنا وهنا، وكوساين كومن فاكتور، باخد ال2 كوساين نص السيتا كومن فاكتور، فيبقى ايه؟ لما خدت من هنا 2 خلاص وكوساينايا يبقى كوساين واحده، ومن هنا خدت ال2 والكوساين فيبقى اي ساين، فده بقى كده زد على الكومبلكس، ادي كوساين وساين وكله مظبوط، وده كده كومن فاكتور. ها، ممكن اخد نفسي. الحته دي مهمه، ممكن اقول لك حاجه؟ انا يا جماعه عشان احل كل مشكله من المشاكل دي، ها، محتاج اشوفها على الصوره دي، الكوساين لوحدها والساين لازقه في الاي، ودي بوزيتيف ودي بوزيتيف. ها، فلما بتجيلي حاجه زي كده ببقى مثلا عايز اعمل الزد عليها باور، ببقى عايز اضرب زد في زد، فمحتاج اشوفها على الصوره الاوريجينال كده، فحلها ادي اهو احفظه. ها، الكلام ده كله اصلا بتلاقيه تقريبا هتلاقيه في شيت المفاهيم. اوكي، ها، بصوا كده يا حبايبي الحته دي. هنبدا بقى، ها، في الاوبريشنز اللي بنعملهم بين اتنين كومبلكس نمبرز. صلى على النبي. اول حاجه تعالى نقرا، انا مش هتكلم في اي حاجه، ماشي؟ لو انا عايز اعمل ادنج او سبستراكشن، سبستراكشن عايز اعمل بلس او ماينس، بيقول لك وي بيتر ايه؟ بوت ذيم ان ذا الجبريك فورم. ها؟ طب افرض هو مديهم لي تريجونومتريك، حولهم الجبريك. افرض هو مديهاني اويلر، حولهم الجبريك. افرض هو مديهاني بول، يا ابني ما هو بولر تريجونومتريك اويلر. ها، الثلاثه دول معناها انك معاك ار وسيتا، حولهم الجبريك يعني جيب اكس وواي، وده ما بيتعملش، بيتعمل على الكالكوليتر. ها، او اضرب ار كوساين السيتا تجيب الاكس، ار ساين سيتا تجيب الواي. ممكن هاخد نفسي لحظه بس اقول حاجه. افرض هو الدهاني اي صوره تانية غير الالجبريك، هحولهم. ها، اي صوره تانية من الثلاثه التانيين، يعني مديك الار ومديك السيتا، اضرب الار في كوساين والار في ساين، جبت الاكس وجبت الواي، في مشكله؟ ها، عشان تعرف تجمع او تطرح عددين او اكتر لازم تحولهم الجبريك الاول، بعد ما تحولهم اجمعهم. ازاي؟ معاك زد 1 باكس وواي 1، زد 2 اكس وواي 2، عايز تجمع او تطرح، اجمع الحقيقي مع الحقيقي يبقى ده الحقيقي. ها، والخيالي مع الخيالي عادي، اجمع يا جماعه. فاهم قصدي؟ ما انت بص لما بتيجي تجمع ده بلس ده هتعمل ايه؟ اكس بلس اكس ده الحقيقي، واي بلس واي في الاي ده خيالي. فاهم قصدي؟ ها، في اي مشكله؟ طيب ركز كده معايا.
يبقى انا كده وصلت ان انا لو عايز اجمع او اطرح الافضل ان انا اجيبهم ايه؟ الجبرك، واجمع الحي مع الحي وخير عادي يا جماعه. طيب مديك بقى ملحوظه يعني قبل ما نخش على ايه، انا كده عرفت ازاي هعمل بلس او ماينس. ماشي، ملحوظه دول خلي بالك انك لو بتجمع الزد على الزد بار هيبقى 2x، بيبقى بيور ريل نمبر، ولو بتطرح بيبقى بيور ايماجينري. ليه؟ اقول لك، هو مش الزد والزد بار بيبقوا نفس الاكس بس عكس اشاره الواي؟ اه، فلو انا بجمعهم هجمع الاكس على الاكس يبقى 2x، والواي مع النيجاتيف واي بيو بيو يكنسلوا بعض. طيب لو بطرح هيبقى زد ماينس زد بار، فالاكس ماينس الاكس هيكنسلوا بعض، والواي ماينس نيجاتيف الواي ماينس الماينس يبقى بلس، يبقى واي بلس واي يبقى 2 واي اي. ها في اي حاجه صعبه؟ ده لو انا عايز اعمل ايه؟ بلس او ماينس. طب لو انا عايز اعمل مالتيبليكيشن او ديفيجن؟ لا، ده انا لازم اخليهم تريجونومتريك. لازم تريجونومتريك يعني؟ ما ينفعش اويلر؟ ما ينفعش بولر؟ لا ينفع. المهم يبقى معاك ايه؟ الار والثيتا. يبقى ركز كده معايا. ركز معايا، ها؟ لو انا عايز اجمع او اطرح عددين لازم يبقى معايا اكس وواي، او مجمع الاكس على الاكس والواي على الواي، او اطرح الاكس من الاكس عادي عادي، ها؟ طب لو انا عايز اعمل ملتبلاي او ديفايدد او باور، هنشوفها في ديموفر، ها؟ عايز اعمل ملتبلاي او ديفايد، لا يبقى عايز ار وثيتا، هم عددين. العدد الاول اهو الار بتاعته سميناها ار 1 والثيتا بتاعته سميناها ثيتا 1، ها؟ يا عم انت هتعمل حوار ليه؟ عددين الزد 1 لي ار وثيتا، والزد 2 لي ار ثانيه وثيتا، ها؟ ثانيه. ركز كده. ده بولر فورم، ماشي. عايز اضرب الزد في الزد، بتضرب الار في الار وبتجمع الثيتا مع الثيتا. اه بص بص بص، ما انت لو هتجيب زد 3 عباره عن الزد 1 ملتبلاي الزد 2، ركز كده بعد اذن حضرتك. عايز تعمل برودكت على البولر فورم، لما كنا بنجمع الاعداد الجبريك اكس وواي، مش كنا بنجمع الاكس على الاكس والواي على الواي؟ اه، لما بجمع الاكس على الاكس بديك الجزء الحقيقي، ولما بجمع الواي على الواي بديك الجزء الايماجينري الخيالي، ها؟ طب لو انا عايز اعمل برودكت وهم على البولر، لحظه، وهم على البولر فورم يعني ار وثيتا، اه، يبقى انا عايزك تطلع لي البرودكت على البولر فورم ار وثيتا. ركز بقى معايا، الار هتضرب الار دي في الار دي عادي، والثيتا هتجمع الثيتا دي مع الثيتا دي، فالار الجديده اللي هي ناتج البرودكت ما بين الارتين تديك الار بتاعه ايه؟ المالتيبليكيشن ريزلت، ها؟ والثيتا الجديده اللي هي السميشن اوف ذا تو انجلز يديك الامبليتيود الجديده بتاعه الديفيجن بتاعه المالتيبليكيشن، انا اسف، ها؟ بص كده بيقول لك ان انت لو عايز تجيب الزد في الزد بتبقى ادي الار الجديده اهي، دي الار عباره عن البرودكت بينهم، ودي الثيتا الجديده اهي عباره عن السميشن بينهم. طب ولو بقسم العكس، بقسم الار على الار وبعمل الثيتا ماينس الثيتا، في مشكله في الكلام ده؟ ها حاجات بديهيه، ها؟ لحظه من فضلك، يبقى انا لو عايز اجمع الافضل ان اخليها الجبريك، اه، لو عايز اضرب الافضل ان اخليها ايه؟ عايز اضرب او اقسم الافضل ان اخليها ايه؟ تريجونومتريك، ها؟ او اي صوره فيها، المهم يبقى معايا الار وشايفها والثيتا وشايفها، اه، عايز اضربهم في بعض هضرب الار في، بص اي حاجه عايز تعملها بتعمل في الار زي اللي انت بتعمل، يعني مثلا عايز اعمل مالتيبليكيشن يبقى هتعمل الار والار مالتبلاي بعض، عايز اعمل ديفيجن يبقى هتعمل الار والار ديفايدد بعض. الثيتا بقى بتحول المالتيبليكيشن سم، وبتحول الديفيجن سبستراكتنج، ها؟ في حاجه صعبه؟ يلا يا باشا كده نفتكر مع بعض بسرعه، ها؟ عشان مش هنقعد نضيع وقت في الحاجات دي بقى، عايزين نحل، ها؟ تعال نفتكر كده ديموفر. ديموفر عمل ايه يا جماعه؟ ديموفر ده عالم فرنسي اكتشف ان انت لو عايز معاك زد ليها ار وثيتا، عايز تعمل لها
باور رقم بتعمل ال R باور الرقم ده. يعني انا مثلا معايا الزد اهي، عايز اجيب الزد باور N، ها؟ فهعمل ال R باور N وهضرب الثيتا في ال N دي. بس خلاص خلصت كلامي؟ فاضل الروت بقى. يعني انا يا مستر لو معايا زد عايز اعملها باور 5، حلو 5 رقم كويس، ها. عايز تعمل زد باور 5 لازم الاول تحولها تريجونومتريك، تجيب لها ار وتجيب لها ثيتا. طب افرض هو مدهاني اكس وواي بالكالكوليتر. انت لسه مولود اول امبارح، ايه يا ابني في بالكالكوليتر؟ هتعمل مود سوري هتحولها كومبلكس وتختار تجيب الار والثيتا. جبت الار والثيتا، عايز تعملها باور كام؟ 5. هتعمل الار باور 5 بالكالكوليتر عادي وتضرب الثيتا في 5، الا ان بيبقى فيه مشكله. افرض مثلا يعني كانت الزد الثيتا بتاعتها 30 ديجري. لا سيرتي عادي، ها؟ ولا سيرتي عادي. افرض الزد كانت الثيتا بتاعتها 100 ديجري. بس بس بس. انت معاك ورقه وقلم صح؟ ركز كده معايا، ها؟ الحته دي خطيره جدا. الثيتا بتاعت الزد بكام؟ ب 100؟ قمت انا عايز اعملها باور 5، الار ايا كانت بكام عملتها باور 5 والثيتا اللي هي ب 100 قمت عاملها ملتبلاي 5 طلعت 500. ما همش انا بقى زي الخنزير رضع زباله وقوم كاتب ان الثيتا الجديده بتاعت الايه؟ بتاعت الزد باور ان او الزد باور 5 ما اكتبش الثيتا 500، ده انا اقطع ايدي. هتقول لي ليه يا عم وانا مش بعرف اعمل ديريفيتيف؟ ده دي اوسخ. مستر مش انت اللي قلت القانون ده؟ طب ما كده في 500 صح؟ طبعا صح، وانا اقدر اقول انه غلط صح، بس صورتها غلط. الصورة الطبيعية بتكون من نيجاتيف 180 ل 180. انت حضرتك دلوقتي جاي تقول لي 500 لا ما ينفعش، ها؟ ركز معايا كده. يبقى هروح اعمل ايه؟ هروح منقص منها 180. سوري انا ايه ده؟ قصدي انقص منها 360، انا اسف. لو طلعت 500 نقص منها 360 عشان تبقى الصورة كويسة. طلعت لسه اكبر من ايه؟ من ال 100 نقص كمان 360. هنشوف لما نيجي نحل، اوكي؟ بيفكرك هنا بحاجة مهمة قوي. بيقول لك خلي بالك لو معاك كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا عايز تعمل البراكت ده كله باور ان، عايز تفك براكت باور ان، ممكن افكها بطريقتين، بدي موفر وبالباينوميال سيرم بتاعت شابتر 1. ركز كده. بص معاك كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا باور ان، لو هفكها بدي موفر هعمل ايه؟ هضرب الثيتا في ان بس، ما هو اصلا مفيش ار، الار هنا ب 1. ما بص العدد اهو بيبقى ار في كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. طالما انا كاتب كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا باور ان يبقى فين الار؟ 1 مش موجوده. فلو عايز اعملها باور ان هعمل ال 1 باور ان، 1 باور اي حاجه ب 1، وهعمل الثيتا دي ملتبلاي ان. فكتها بايه؟ بدي موفر. وممكن افكها كمان بالباينوميال سيرم. ازاي؟ هعمل ان سي 0 في الثاني باور 0 في الاول باور ان ماينس 0، وان سي 1 في الثاني باور 1 في الاول باور ان ماينس 1، وان سي 2 في الثاني باور 2 في الاول باور ان ماينس 2، ها؟ لحد ايه بقى؟ لحد ما تعمل كام ترم، ها؟ فاكر ولا نسيت؟ ان بلس 1، ها؟ طيب في اي مشكله كده يا جماعه؟ بيقول لك خلي بالك ان هنا الاثنين دول بيساووا بعض، دي بتساوي كل دي. يعني اللي انت فكيته بالباينوميال بيساوي اللي انت يا جماعه، ما هو نفسه كله فكت ايه؟ فكت البراكت باور ان. فبيقول لك ساوي لي بقى الجزء الحقيقي اللي هو ده اللي انت فكيته من دي موفر، ها، بالجزء الحقيقي من هنا اللي هو ما فيهوش اي اللي هو ده. وده ازاي بقى؟ هقول لك افكرك. دي هتبقى اي باور 0 ب 1، دي هتبقى اي باور 2 بنيجاتيف 1، وهكذا. هتلاقي بص دي ما فيهاش دي فيها اي، دي ما فيهاش اللي بعدها فيها اي، وهكذا، ها. هتفضل هنشوف الاسئله دي كلها ان شاء الله. ماشي يلا حبايبي كده. طيب الصوره الثانيه من دي موفر، لو انا معايا زد هديك الار والثيتا طبعا، ها، هاي، وهاجي اقول لك بقى هات لي الكيوبيك روت مثلا للزد.
عايز السكوير روت بيطلعوا 2 روتس. ها اه بوزيتيف ونيجاتيف صح؟ لا لا انسى الكلام ده، الكلام ده كان زمان. ها عايز الكيوبيك روتس بيطلعوا 3 روتس، عايز الفورث روت اه بيطلعوا 4، عايز السيفنث روت هيديك 7 روتات. فاهم حاجه؟ لو انا عايز الكيوبيك روت للزد هيطلعوا كام روت يا كابتن؟ 3. هنفتكر اكتر لما نيجي نحل، بس انا عايزك تفتكر بشكل عام كده نبذه سريعه عشان وانا بحل ما تتعبنيش. ها ما انا الكلام ده يعني ما فيش حد انسان. صلي بينا على النبي. عايز اجيب كيوبيك روت، ها بتعمل ايه؟ بيطلعوا كام؟ 3. مستر بس في عالم الاعداد لما كنت باجي اجيب كيوبيك روت للايت مثلا كان بتطلع كام؟ هي 2 بس. ها اسمع بقى، فرق كبير جدا ما بين عالم الاعداد الحقيقيه ها وعالم الاعداد المركبه اللي احنا فيه دلوقتي. في عالم الاعداد الحقيقيه لو معاك الايت هتعمل لها كيوبيك روت هتديك بس 2. عارف لو انت بتقول لي اعمل للايت دي كيوبيك روت في عالم الاعداد الكومبلكس اقول لك لا دي هتطلع 2 و2 اوميجا و2 اوميجا سكوير. دي قصه حزينه، احنا لسه هناخد الكيوبيك روتس اوف 1. لسه 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 هو ايه الكيوبيك روت للايت؟ اه اوكي ركز بقى كده معايا. طب اجيبهم ازاي؟ صلي بينا على النبي. عشان تجيب، عشان تعمل مالتيبليكيشن، عشان تعمل ديفيجن، عشان تعمل باور، عشان تعمل روت، لازم يبقى معاك ار وسيتا. الحاجه الوحيده اللي بحتاج فيها الاكس والواي لما عاوز اجمع او اطرح عددين. اوكي اوكي طيب يبقى انا كده عايز الكيوبيك روت للزد، هتعرف تجيبها؟ ايه اللي اعرف اجيبها يا ابني التعبيط؟ بص كده بيبقوا 3. ها بما ان الار ار فكده كده سواء هنا، معلش انا اجيب لك الثلاثه بولر. ها بولر يعني ايه؟ يعني هكتب لك الار هنا والسيتا هنا، الار هنا والسيتا هنا، الار هنا والسيتا هنا. اه ما هي اصلا انت مديهاني بولر. طيب ركز معايا بقى، بالنسبه للار كده كده هعمل كيوبيك روت للار في الثلاثه. اه امال ايه الفرق؟ طب عملت 3 ليه؟ ما هو الاختلاف في السيتا. ممكن اسالك سؤال؟ هو مش انا قلت لك من شويه ان اي حاجه هتعملها على الزد اعملها على الار؟ ها قلت ولا ما قلتش؟ قلت. يبقى اسمع بقى الكلام، انا عايز كيوبيك روت للزد يبقى اعمل كيوبيك روت للار في الثلاثه. اوكي بالنسبه للسيتا ركز معايا، اول مره بقسم السيتا نفسها على الثلاثه. ايوه ما مش الكيوبيك روت دي معناها زد باور 1 اوفر 3؟ اه. واحنا قلنا يا جماعه لما بعمل زد باور رقم بضرب السيتا في الرقم ده، فانا لما هضرب السيتا في 1 اوفر 3 ها يبقى عملت ايه؟ كاني عملت سيتا اوفر 3. اسمع تاني، في الباورز ها في الباورز ركز معايا ها في الباورز بنعمل ايه؟ بعمل الار باور الرقم وبضرب السيتا في الرقم ده اهو. ها طيب انا دلوقتي يا جماعه عايز اعمل كيوبيك روت، هعمل كيوبيك روت للار كيوبيك روت للار كيوبيك روت للار ها والسيتا اقسمها على الثلاثه. المشكله بقى في ايه؟ ان السيتا دي كان ممكن كان يكون اصلها سيتا بلس 360، سيتا بلس 2 360، سيتا بلس 3. لا لو بلس 3 360 مش هتفرق. عارف ليه؟ عشان انت بتقسم على الثلاثه، فلو زودنا 3 360 طب ما سريها كانس سيبه كانك زودت مره فمش فارقه. ركز كده تاني، يبقى أول مرة هقسم السيتا نفسها على التلاتة، تاني مرة هزود الأول 360 على السيتا وهقسم الناتج على التلاتة، آخر مرة هزود 2 360 على السيتا وهقسم الناتج كله على التلاتة. أدي 1 2 3 كام روت؟ 3. ركز معايا، يبقى أنا لو عايز أجيب nth روت، روت رقم كام يعني؟ n، هيطلعوا كام روت الأول؟ هيطلعوا ان. يعني انت لو بتجيب الفيفث روت ها هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 5. القانون ببساطه، عايز تجيب الفيفث روت اوكي، الار فيفث روت للار، فيفث روت للار، فيفث روت للار، فيفث روت للار، فيفث روت للار. اوكي سيبك من اللي انا قلته بس انت فاهمني. طب السيتا اول مره هقسم السيتا نفسها كده على 5، تاني مره هزود الاول 360 على السيتا واقسمها على 5، بعدين هزود 2 360 واقسمها على 5، بعدين هزود 3 360 واقسمها على 5، بعدين هزود 4 واقسمها على 5 وخلصت. طب ليه مش هتزود 5؟
لان انا لو زودت خمسة وقسمت على الخمسة، طب ما الخمسة هتكنسل الخمسة كأنك ها ماشي. يبقى احنا يا جماعة وصلنا لنتيجة حلوة. بص الحتة دي حلوة قوي، ركز كده معايا. الانث روت للان للزد بيطلع كام روت؟ ان روت. وبتفضل تزود على السيتا 360 يعني 2 باي وتقسم على الان صح؟ بتزود كام مرة 360؟ ال 2 باي دي يعني 360 يا جماعة. ها؟ هزود مرة واثنين وثلاثة لحد الان ماينس 1. بيجيب عليها اسئلة صعبة، هنشوف. اسمع تاني، هفضل ازود وازود وازود. بص يعني انا مثلا عايز الثيرد روت. ايه الثيرد روت دي؟ الكيوبيك روت. ها وانا عبيط ولا ايه؟ عايز الايه؟ الكيوبيك روت اجيبه لك. هاخد الكيوبيك روت للار، الكيوبيك روت للار، الكيوبيك روت للار، الكيوبيك عادي عادي، هم ثلاثة بس. ايه اللي انا قلته ده كله؟ كيوبيك روت للار، كيوبيك روت ها جبنا الار. طب عايز السيتا، اول مرة هقسمها السيتا نفسها اقسمها على الثلاثة، بعدين ازود 360 واقسمها على الثلاثة. زود الاول، اوعى تقسم بعدين تزود. ها يبقى كده عملنا ايه؟ ما انت قسمت هنا على الثلاثة، لو زودت على 360 هتديك نفس الانجل دي. لا انا بقسم، سوري، انا بزود الاول بعدين اقسم على الثلاثة. هنا هزود الاول على السيتا 2 ملتبلاي 360، يعني هزود 360 مرتين واقسم على الثلاثة. ها طب ليه مش هزود ثلاثة؟ لا انا بزود لحد ايه؟ قبل الرقم اللي انا بعمل له روت بواحد. يعني انا لو هعمل 7th روت هفضل ازود مرة 360 ومرتين وثلاثة لحد، انت بتعمل 7th روت، 7th روت ها ست مرات اخرك، ما توصلش للسبعة. بتعمل nth روت هتعمل n minus 1 مرة. ها بس هما كلهم بيطلعوا n ليه؟ لان في مرة اصلية بقسم الانجل نفسها على الn. ها طيب ركز كده ها ونخلص خلاص اهو. اخر حاجة في الايه؟ في الكومبلكس نمبرز. الحتة الجاية دي ضرب نار، ركز بعد اذن حضرتك. بص يا باشا، لو انا بجيب مثلا لو قلت لي ان الزد باور 8 ب 1 يبقى الزد عبارة عن ايه؟ 8 روت لل 1. فواحد يقول لي مستر 8 روت لل 1 ب 1؟ لا، الكلام ده في عالم الاعداد الحقيقية، في الكومبلكس نمبرز لا. انت عارف ال 8 روت دي تديك كام روت؟ 8. ها طيب بيقول لك ايه بقى؟ ركز معايا، في حاجتين لازم تعرفهم عن الروتس دي. استاذن حضرتك تركز كويس قوي. 8 مثلا روتس، طب افرض خدت 5th روت، 5 روتس، طب افرض 4th، يا عم 4 مش مهم، ايا كان لا تكن حبيس عدد الروتس. عدد الروتس بيساوي عدد الايه؟ الرقم اللي انت خدت له روت، يعني خدت كيوبيك روت 3 يعني هيطلعوا 3 روتس. ايه بقى المميز في الثلاثة دول؟ حاجتين. كم؟ ها؟ حاجتين. ركز بعد اذن حضرتك، دول بيبقى فيهم حاجه مميزه، حاجتين. مثلا بص على الثمانيه دول، كلنا عارفين يا جماعه ان انا وانا بجيب الروت بيبقى وانا بجيب الار والسيتا، الار بتبقى كيوبيك روت، سوري 8 روت لل1، والسيتا بقى هي اللي بتتغير. مره باخد السيتا نفسها مره باخد السيتا نفسها على الثمانيه، مره بزود 360 واقسم على الثمانيه. المهم ان كلهم نفس الايه؟ الار صح. بص كده، ادي الروت الاول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس، السابع، الثامن، كلهم نفس الار. يعني لو وصلت من الاوريجين هنا او هنا او هنا هتلاقيهم نفس الايه؟ الار. عشان كده اللي هم الثمانيه لازم يبقوا على نفس السيركل. انا قلت نعرف كام حاجه عن الروتس دي؟ حاجتين. ادي اول واحده ايه؟ ان كلهم لازما بيبقوا على نفس السيركل، لازم. ها انا كلامي واضح ليه؟ الاجابه يا بس وانا احفظها، انا حافظها الصراحه بس هفهمها. دايما يا جماعه بيبقوا على نفس السيركل لسبب بسيط جدا، اللي هو ايه؟ ها ان هم كلهم بيبقوا نفس الار، فالرادياس دي قد دي قد دي، فكلهم بيبقوا على نفس السيركل. دي اول معلومه. تاني معلومه ان الثمانيه دول لو وصلناهم ببعض، لو هم 8، لو هم 6، لو هم 5، لو وصلناهم ببعض هيدوك شكل ريجولر. هنا 8 بيدوك ريجولر اوكتاجون، يعني ده قد 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 ده. شربوا.
طب افرض هما 3 بس، هيدوك equilateral triangle. 4 هيدوك regular quadrilateral. يعني ايه؟ مربع. ها؟ مربع. والاربع نقط لازم يبقوا على نفس السيركل. طب لو هما 5 regular pentagon وعلى نفس السيركل، يبقى انا كده. ها؟ ركز كده. اعرف ايه عن الروتس؟ لو اترسموا اعرف عنهم حاجتين، بيبقوا lying in the same circle، والسيركل دي الراديوس بتاعها بيبقى ار بتاعت اي واحده منهم. ها؟ يعني الار بتاعت اي روت على حسب هم كام روت. مثلا هو هنا مديك مثال بيقول لك ايه، لو هم 5 روتس، 5th روت، يبقى هم هيطلعوا كام؟ 5. الخمسه دول هيبقوا على نفس السيركل. وراديوس السيركل دي كام؟ كيوبيك، سوري، الفيفث روت للار الاصليه، اللي هي ار ده او ده او ده، اي واحده منهم. ها؟ تاني حاجه اعرفها ان هما بيكونوا لي شكل منتظم. ريجولار لو هما 5 يبقى ريجولار بنتاجون. طب لو انا عايز اعرف بقى طول ده كده، هتضطر تعمل ايه يا صديقي؟ ركز كده. هتضطر، هما 5 مثلا، هما هنا 8 ماشي، هضطر اجيب الروت ده اهو اكس وواي، واجيب الروت اللي بعده على طول اكس وواي، واجيب الديستنس بينهم بالقانون بتاع المسافه. طب وانا اعرف منين ان ده اللي بعده على طول؟ ها؟ ما هو اللي بيتكلم يتكلم بالعقل. هعرف منين ان ده اللي بعده على طول؟ صلي بينا على النبي هفهمك يعني ايه بعده. يعني انا اكيد مش هرسم بجد يا جماعه، لا، بس انا هفهمك. مش انت اول مره بتقسم الانجل نفسها على 8؟ بعد كده مثلا بتزود 360 وتقسمها على 8؟ اهو ده اللي بعده. طب مثلا انا زودت 3 360 وقسمت على 8، يبقى اللي بعدها ازود 4 360 واقسم على 8، يبقى ده بعد ده. هات اي 2 جنب بعض ورا بعض يعني، ها، بس حولهم لي الجبريك يعني اكس وواي، وهات الديستنس بينهم تجيب ايه. هو ريجولر، فانت لو جبت اي طول هيبقوا كلهم قد بعض. يبقى ركز كده معايا. يبقى انا كده ممكن في الامتحان يجي لك سؤال يقول لك مثلا خد الزد، يديك رقم كومبلكس ويقول لك الفيفث روت بتوع الرقم ده لاينج اون ا سيركل. ما انا عارف، هات الاريا بتاعت السيركل دي. طب اجيب الاريا ازاي؟ مش اريا السيركل باي ار سكوير؟ يبقى انت عايز تعرف الار دي بكام؟ اعرف منين بقى الار بكام؟ صلي بينا على النبي. هات اي ار بتاعت اي واحده من الخمسه. فاهم حاجه؟ هنشوف لما نيجي نحل. يلا حبايبي بقى نخش على الاوميجا، صلي بينا على النبي. الكيوبيك روتس اوف يونيتي، اليونيتي ده اللي هو ال1 ماشي. تعالى نفترض كده ان في رقم 1 عايز اجيب له الكيوبيك روتس. مستر ايه ال1 ده؟ مش كومبلكس، ده رقم حقيقي. ها؟ ما انا ممكن اعتبره انه كومبلكس الجزء الحقيقي بتاعه 1 والخيالي 0. ها؟ فال1 كومبلكس نمبر، الريل بارت بتاعه اسمه ايه بقى؟ اسمه بيور كومبلكس نمبر. ها؟ بيور، سوري انا اسف، بيور ريل نمبر، لانه حقيقي بس الخالي بتاعه كام؟ زيرو. المهم ان ال1 ده حضرتك لو جينا ناخد له كيوبيك روتس هيطلعوا كام روت؟ 3. كام روت؟ طب ما هو اي كيوبيك روت يبقوا 3، واحد منهم اللي هو ال1 نفسه، والتاني بنسميه اوميجا، والتالت بنسميه اوميجا سكوير. انا مش عارف ايه اللي مكتوب ده. ماشي كده في غلطه، هو فين القلم؟ اوميجا سكوير يا جماعه، اوكي، 1 واوميجا واوميجا سكوير، اوكي، صلى على النبي. ها؟ ال1 ده لو جبنا له ار وسيتا، الار هتبقى ب1 والسيتا هتبقى ب0. السيتا بكام؟ ب0. تقوم انت جاي مره تقسم ال1 كده كده، بص تاني 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 تاني، ال1 الار بتاعته بكام؟ ب1، والسيتا بتاعته ب0 ديجري، اوكي. فانت عشان تجيب الكيوبيك روت الاولاني هتاخد كيوبيك روت لل1 عشان تجيب الار، وفي التاني نفس الكلام، وفي التالت نفس الكلام. ما انا لما باجي اخد كيوبيك روت، ها، بعمل كيوبيك روت للار، الار ب1، فهعمل كيوبيك روت لل1 يبقى 1 في التلاتة. ها؟ طب الانجل ماشي. هتقسم مره الانجل نفسها على 3 هتطلع 0، وده اول كيوبيك روت اللي هو ال1. بعد كده هتزود على الزيرو 360 وبعدين تقسمها على 3 هتطلع 120، وده تاني روت.
تالت واخر روت هتزود 2 360 على الزيرو وتقسم على التلاتة، هيطلع انجل نقص منها 360 هتديك نيجاتيف. ليه نقص 360؟ ها ممكن اخد نفسي. الموضوع بسيط، انتوا بس اللي مكبرين. صلي على النبي. لما تيجي تجيبي الكيوبيك روتس للوان هيطلعوا تلاتة، ها واحد منهم 1 و 0 اللي هو الوان نفسه، والتاني 1 و 120 والتالت 1 ونيجاتيف 120. طبعا هي مش هتطلع نيجاتيف 120. انت بتعمل ايه؟ بص، مره بتقسم 0 على 3 0، بعدين بتزود 360 واحده على الزيرو وتقسم على التلاتة هتطلع 120، بعدين هتزود 2 360 وتقسم على التلاتة هيطلع انجل مش عارف بكام، بس هتبقى اكبر من 180. طب ايه المشكله يا شيربو؟ ها المشكله ان هي كده مش ستاندرد، مش امبليتيود. فعشان تبقى امبليتيود المفروض تكون ما بين النيجاتيف 180 وال 180. فهنعمل ايه؟ هننقص 360 هتطلع ايه؟ هتطلع نيجاتيف 120. كام روت دول؟ تلاتة. هم دول الكيوبيك روتس اوف ايه؟ اوف يونيتي للوان. بنسميهم ايه بقى؟ الوان مش هنسميه حاجه هو الوان. التاني هنسميه اوميجا، التالت هنسميه اوميجا سكوير. في مشكله كده؟ طيب لو جينا على الرسمه زي ما قلنا من شويه هنلاقي الكيوبيك روتس الثلاثة، ادي واحد اتنين والكونجيجيت بتاعه ركز كده، ده 1 ده كيوبيك روت وده كيوبيك روت تاني، حلو، اللي هو ده الاوميجا مثلا وده الاوميجا سكوير. ولو بدلنا عادي مش فارقه، الثلاثة بيكونوا لك زي ما قلت لك اهو شكل ريجولر. طبعا ده عشان هما ثلاثة فبيبقى تراينجل. في اي حاجه صعبه؟ الاوريجين بتاعته، السنتر بتاعه سوري، اللي هو الاوريجين دي ار دي ار دي ار، وبيبقوا على نفس السيركل. في اي مشكله؟ هتلاقي على الكلام ده مسائل تحفه هنتفاجئ بيها. ها تعال نكمل يلا. بصوا حبايبي كده، في ثلاث قوانين لو تفتكر للاوميجا مشهورين قوي، اوكي؟ اول واحد ان سميشن الثلاثه بزيرو، اللي هم ايه الثلاثه؟ الثلاثه كيوبيك روتس للاوميجا للوان سوري، ها الوان والاوميجا والاوميجا سكوير، الثلاثه دول مجموعهم زيرو. عشان كده يا جماعه لو لقيت اي اتنين مجموعين شيلهم وحط نيجاتيف التالت. مثلا لو لقيت 1 بلس اوميجا سكوير دي بتساوي نيجاتيف اوميجا. ما ستة مش فاهم، مش هما التلاتة مجموعين بيساوي زيرو؟ فاي اتنين منهم بيساوي نيجاتيف التالت. ها طيب فاي اتنين مجموعين شيلهم وحط نيجاتيف ايه؟ التالت. ركز بقى كده معايا، اوميجا ماينس اوميجا سكوير هي هي اوميجا سكوير ماينس اوميجا هي هي 1 بلس 2 اوميجا هي هي 1 بلس 2 اوميجا سكوير ببلس اور ماينس روت 3 اي. في هنا اي ناقصه، في هنا اي ناقصه، اوكي؟ اربع حاجات بيدوك نفس الحاجه، هم نفس الحاجه اصلا. 1 ماينس سوري اوميجا ماينس اوميجا سكوير واوميجا سكوير ماينس اوميجا و1 بلس 2 اوميجا و1 بلس 2 اوميجا سكوير. ها الثلاثه الاربعه دول سوري بيدوك ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي. بس انا ما بستخدمش القانون ده غير في الورست كيس، لو ما عرفتش استخدم ده او ما عرفتش استخدم ان الاوميجا باور 3 ب 1 او بضطر الجا لده في الاخر. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب ركز معايا، الكلام ده هنشوفه لما نيجي نحل الحته دي، مهمه جدا، ركز بعد اذنك. كونجيجيت الاوميجا اوميجا سكوير، كونجيجيت الاوميجا سكوير اوميجا الاثنين كونجيجيتس بعض. ركز كده، مثلا يجي يقول لك انا عايز الكونجيجيت اوف 1 بلس اوميجا، فتلاقي واحد عبيط، بص هي 1 بلس اوميجا، عايز الكونجيجيت بتاع ده، فتلاقي واحد يقول لك ايه؟ يبقى اكيد 1 ماينس اوميجا. لا، الكونجيجيت غير اللي انت تعرفه. اللي انا اعرفه في الكونجيجيتس ان بغير اشاره الايه؟ الايماجينري بارت. طيب لو هي 1 بلس اوميجا، ال1 ده ريل بارت فمش هغير اشارته، والاوميجا دي الكونجيجيت بتاعها معروف اوميجا سكوير، يبقى دي الكونجيجيت هي بتاعت دي، ماشي؟ طب بص كده مثلا ركز معايا، 3i ماينس اوميجا سكوير، عايز تجيب لي دي كونجيجيت؟ ركز كده معايا، ها بالراحه. مبدئيا كده الاوميجا سكوير الكونجيجيت بتاعها اوميجا، يبقى ماينس اوميجا، ما بغيرش الاشاره دي، ما تغيرش الاشاره، الاوميجا سكوير نفسها الكونجيجيت بتاعها اوميجا، ها؟ لكن الاشاره اللي في النص زي ما هي. طيب وال3 اي دي ايماجينري بارت 3
هتغير قشرتها تبقى نيجاتيف 3 اي. ها في اي حاجه صعبه؟ ها مركز. ال 1 بلس اوميجا، 1 بلس اوميجا سكوير ده الكونجيجيت. طب بص كده، اي اوميجا ماينس بي اوميجا سكوير، ما بغيرش الاشاره اللي في النص، اي هشيل الاوميجا واخليها اوميجا سكوير، والاوميجا سكوير هشيلها واخليها اوميجا، ده الكونجيجيت. ها مش مشكله. في حاجه صعبه يا جماعه؟ الكلام اللي بقوله ده مهم جدا جدا جدا، يبقى ركز. ممكن اخد نفسي. مسائل الاوميجا عموما انا ممكن احلها على الكالكوليتر، وهوريك الكلام ده لما نيجي نحل ان شاء الله. ايه ده بجد؟ اه ها، وهي كلها حل يعني، اللي بقوله هنا كله ده ملوش لازمه، كلها قوانين هتخش تلاقيها في الايه، في الورق بتاعه المفاهيم، فكلها يعني اللي بقوله ده كله ملوش لازمه، المهم لما نيجي نحل ماشي. بس يهمني حاجتين نركز عليهم. كام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه حته الكونجيجيت دي، خد بالك ان كونجيجيت الاوميجا اوميجا سكوير، وكونجيجيت الاوميجا سكوير اوميجا، ما تقعدش تغير اشاره زي العبيط كده. ما تبقاش عبيط تقعد تغير الاشاره في النص وكلام فارغ. اوكي، تاني حاجه معلش نركز عليها، كانت موجوده هنا. انت واخد بالك من الكيوبيك روتس بتوع ال1 بيدوك ايه؟ بيبقوا 3 نقط على سيركل واحده. حد عارف الراديوس بتاع السيركل كام؟ بابا 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 بابا، مش انا قلت لك ان الراديوس بتاع السيركل بيبقى الار، ده الراديوس اهو بتاع السيركل، بيبقى الار بتاعت اي واحده من الثلاثه يعني 1. اه يعني 1 يعني الراديوس بتاع السيركل دي 1. اه ما انا عمال اقول كده، بس مش دي الفكره. ليه بقى؟ ها عشان ده طول 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 الكومبلكس نمبر ايا كان واحد منهم اهو. يعني مثلا دي كده، مش دي الار اللي هي الطول؟ اه نفس الكلام ده، نفس الكلام ده. يبقى دايما يا جماعه لما بيطلع او لما بتطلع سوري سيركل، بيبقى الراديوس بتاع السيركل دي ها هو الايه، هو الروت او سوري هو اللينث اوف ذا روت. اني واحد من الثلاثه لو هم كيوبيك روت، او اربعه لو هم فورث روت، اني واحد فيهم؟ انت عبيط، ما هم الاربعه قد بعض. ها ما هم الاربعه يا جماعه بيبقوا نفس الطول. ها يلا حبايبي كده نشوف شويه سكيلز هنستخدمهم لما نيجي نحل، وبرده الكلام ده كله لما نحل هيتضح اكتر. اوكي، اول حاجه الكومن شيب، شكل مشهور انك بتلاقي هنا A وB، A وB، فبتلاقي ان بالصدفه لو ضربت فوق وتحت في حاجه اوميجا مثلا، الاوميجا هنا تتوزع تبقى A في اوميجا، وهنا لا سوري ما تدخلهاش بقى، ما توزعهاش فوق، سيبها فوق ووزعها تحت. بتلاقي انك لو ضربت فوق في حاجه دخلتها فوق وما دخلتها، او دخلتها تحت وما دخلتهاش فوق، هتلاقي واحد وصل للتاني. اصل انا هفهمك حاجه، مش دي ايه وايه بي وبي؟ ها فاكر الكلام ده؟ فلما هضرب في حاجه معينه هيوصلوا ويبقوا شبه بعض. يعني بص مثلا لو ضربت فوق وتحت في اوميجا، لما اضرب تحت في اوميجا دي هتبقى اوميجا كيوب يعني 1، يعني بقى ايه بس اهي، ودي هتبقى اوميجا في بي يعني بي اوميجا، زي اللي فوق اهي بقت ايه، ما انت ضربت دي في اوميجا بقت اوميجا باور 3 يعني 1، فبقت ايه زي دي، ودي اتضربت في اوميجا فبقت بي اوميجا زي اللي فوق. طب والاوميجا اللي انا ضربتها فوق ما هتفضل موجوده، فده هيكنسل، ده يبقى اوميجا اللي انت كنت ضربتها فوق بس ما دخلتش. ها ده شكل مشهور قوي، لما نيجي نحل هتفتكره ان شاء الله. ها طيب تاني حاجة بيقول لك لو لقيت، لو 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 لقيت هنا اهو، بص A على B و C على D وهم مش كومن دينيمينيتور، ازاي اخليهم كومن دينيمينيتور؟ بضرب الاثنين اللي تحت في بعض واضرب ده في ده، بلس او ماينس على حسب يعني هي ايه، ده في ده. كانوا زمان واحنا صغيرين بنقول ايه؟ لا. ها ما تقولش حاجة. طيب ازاي اجيب ايكويشن، ازاي اكون كوادراتيك ايكويشن؟ يعني ايه كوادراتيك ايكويشن؟ معادله من الدرجه الثانيه. ها لو انت معاك الاكس ومعاك الاكس الثانيه، يعني معاك التو روتس، ها القانون بيبقى كده، اكس سكوير ماينس مجموع التو روتس دول بلس البرودكت بينهم. ممكن نفهم كده؟ يجي يقول لك فايند ذا كوادراتيك ايكويشن، هات المعادله اف ذا تو روتس ار، ويديك التو روتس اجمعهم هات السمشن، واضربهم في بعض هات البرودكت. والمعادله بتبقى كالاتي، اكس سكوير بغير اشاره السمشن والزق فيه اكس واحط، يعني مثلا انت مش هتفهم غير لما احل. بص مثلا قلت لك الروت الاولاني 2 والروت الثاني مثلا
اوميجا. مجموع الاثنين هيبقى ايه؟ السميشن 2 بلس اوميجا، والبرودكت 2 اوميجا. يبقى الاكويشن هتبقى عامله ازاي؟ ركز كده اهي، اكس سكوير السميشن ده بغير اشارته، يبقى ماينس 2 بلس اوميجا افتح براكت اكس، ده بيبقى كوفيشنت الاكس بلس البرودكت ايكوال 0. ها انا مش عارف هبل يعني. ماشي طيب، اخر حاجه لما يجي يقول لك سميشن من الاكس بزيرو للان، ده معناه ايه؟ دبل اوميجا باور اكس، ده معناه تبدا من الزيرو وتوصل للان وتفضل تجمع تجمع تجمع. طبعا الكلام ده خدناه في الكالكولس في الريفيجن اللي فاتت على طول. اوكي، اوميجا باور اكس هتحط الاكس الاول بزيرو تبقى اوميجا باور 0 بلس، بعد الزيرو 1 تبقى اوميجا باور 1 بلس 2 تبقى اوميجا باور 2 بلس اوميجا باور 3 بلس اوميجا باور 4 لحد ما توصل للاوميجا باور ان. ها في اي حاجه صعبه؟ اخر حاجه نفتكرها ونروح نحل على طول، ركز كده معايا. ركز كده معايا. سيكونسز، تلات حاجات عايزك تعرفهم عن السيكونسز. اول حاجه الارثمتيك والجيومتريك، عايزين نعرف عنهم تلات حاجات. ركز كده، ايه الارثمتيك سيكونس دي باشا بابا؟ الارثمتيك سيكونس بتبقى سيكونس بتبدا برقم وبنفضل نزود قيمه ثابته، زي مثلا بص مثلا هقول لك ايه، بص اوميجا بعد كده اوميجا بلس زودت 2 بعد كده زود 2 تاني، يعني بص من هنا لهنا زودت كام؟ 2. عايز ازود 2 كمان تبقى اوميجا بلس 2 وزودت 2 كمان يعني كام؟ 4. دي كده اسمها arithmetic sequence. الـ A اللي هو الـ first term اللي هي اوميجا، الـ D اللي هو الـ difference الرقم اللي انت بتزوده اللي هو هنا مثلا 2. ها؟ طيب ركز كده معايا، انا مش عايز غير القانون ده. ازاي اجيب السميشن؟ ها بقسم الان العدد اللي انت هتجمعه على 2 في الاي بلس الال، الفيرست تيرم بلس اللاست تيرم، او استخدم القانون ده لو انا ما معيش اللاست تيرم بعمل ايه؟ انا عارف مثلا ان عددهم 100 تيرم 100، فبقسم العدد على الاثنين في دبل الفيرست تيرم في ان ماينس 1 في الدي. قانون. ها طب لو جيومتريك سيكونس، ايه الجيومتريك سيكونس دي يا مستر؟ بتبدا برقم مش بزود بقى عليها، لا بعمل ملتبلاي ار ريشيو وبعمل ملتبلاي ار. اوكي انا مش عايز غير القانون ده، في مشكله؟ طيب لو اللي هي لو السيكونس الجيومتريك سيكونس دي انليميتد، انليميتد يعني ايه؟ يعني انا هجمع انفينيتي. القانون اهو، واحد يقول لي مستر اقول لك حاجه. انا مش فاهم اي حاجه. لا انا شرحت الكلام ده قبل كده، بس خليني اديك اكزامبل طالما انت مش فاكر. بص كده هيجي يقول لك انا عايز مجموع، بص مثلا i plus i square plus i power 3 لحد i power 100 مثلا. شايف ده كده؟ بتجمع كام كام حاجه؟ i و i square و i power 100. ها بجمع 100 حاجه. يبقى اول حاجه انا عرفتها ان ال n بكام؟ ب 100. ال A اللي هي الفيرست ترم بكام؟ بآي. اهي طيب، هل دي arithmetic sequence ولا geometric؟ هل انت بتزود ولا بتضرب في حاجه؟ بتزود ولا لا؟ انا واضح ان انا بعمل multiply i، ما هي كانت i بقت i في i بآي سكوير، بقت i سكوير في i بآي باور 3. ها يبقى دي كده geometric sequence. الريشيو بتاعتها الرقم اللي انا بضربه كل شويه بكام؟ بآي. ها انا بقى عايز المجموع، ما هو السمشن ما انت بتجمع 100، فهنستخدم القانون ده. ها بص كده، هستخدم قانون الاس ان. القانون بيقول لك ايه؟ طبعا هنستخدم انهي ده، لان ده في ال انا ما اعرفهاش، ال اللي هي ايه ده؟ طب ما انا عارف ال انا غبي قوي. نستخدم ده احسن، ده احلى. اوكي يلا، القانون بيقول لك ايه؟ ايه اللي هي الفيرست تيرم باي ماينس ها ال في ار اللاست ترم هنا بكام؟ اي باور 100 في اي اللي هي الار يعني على 1 ماينس ار، يبقى 1 ماينس اي. في مشكله كده؟ دي هتبقى اي في اي باور 100 يعني اي باور 101
صح كده؟ دي هقسمها على 4. فاكر الكلام ده؟ خدناها في ريفيجن الكالكولس. ها؟ هنقسم على 4 هيطلع الريميندر 1، يبقى دي عباره عن ايه؟ عن اي باور 1. يبقى دي 1 ماينس اي على 1 ماينس اي، بيو بيو هيكنسلوا بعض، يبقى الانسر 1. ها؟ اسمع تاني كده. ما تقلقش، لما اجي احل هراجع الكلام ده وهشرحه بالتفصيل. ها؟ انت دلوقتي ال 101 دي، مش انت عارف ان الاي باور 4 ب1؟ هتقول لي لا انا ما كنتش عارف ان الاي، اديك عرفت. ها؟ في بيتها لحقناها الحمد لله. اديك عرفت ان الاي باور 4 بكام؟ ب1. فانا دلوقتي ال 101 دي هقسمها على 4، هيطلع باقي القسمه كام؟ هتطلع 25 تقريبا، بوينت 25. حلو كده؟ سيبك من الرقم ده، باقي القسمه ربع يعني 1، يبقى دي بتساوي اي باور 1. في مشكله كده؟ ف1 ماينس اي على 1 ماينس اي هيكنسلوا بعض. عموما لما نيجي نحل هفكرك بالكلام ده، بس انا قلت اوريك حته السيكونسز دي. على فكره احنا استخدمنا الحته دي في سؤال في الكالكولس، وفي كتير قوي برضو قعدوا يسالوا فيه. ها؟ كان ايه؟ كان هو مديك 1 على اكس بلس 1 على اكس سكوير بلس 1 على اكس باور 3 لحد الانفينيتي. فانا قلت لك ان دي جيومتريك سيكونس، الاي بتاعتها اللي هي البدايه والار انا بضرب كل مره في 1 على اكس، فقمت جايب الاس انفينيتي ما فيهاش حاجه، بس انا مش عارف انتوا ما فهمتوهاش ليه. ها؟ طيب خلينا لما نيجي نحل هقولها تاني بالتفصيل. ماشي؟ في اي حاجه صعبه؟